أسعد الله أوقاتكم بالخير مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة العراقية الرياضية، أحييكم بأطيب التحايا. أنا محدثكم حسن عيال، يسعدني ويسرني أن أجدد اللقاء بكم في هذه الأمسيات الرمضانية المتواصلة طيلة أيام شهر رمضان المبارك من خلال برنامج بيت الرياضة. اليوم راح نتناول عديد المحاور المهمة اللي تحدث آنيا في الشارع الرياضي. قبل ذلك دعوني أرحب بضيوفي. قبل أن نتناول هذه المحاور دعوني أرحب بضيوفي. من اليمين السيد فالح موسى، عضو اتحاد كرة القدم. رمضان كريم، كل عام وانت بخير. رمضان كريم عليك سيد حسن وعلى ضيوفك الكرام، ويا رب كل عام وانت بخير، وشكرا جزيلا لهذه الاستضافة الرائعة، وأهلا وسهلا. شكرا جزيلا. أيضا زميلنا الإعلامي عدنان لفتر، رحب بي، نقول له رمضان كريم، كل عام وانت بخير. رمضان كريم، تحية لكم وكل عام وانتم بألف خير. ينضم معنا في هذه الجلسة رئيس نادي نفط الجنوب السيد محمد ولي، نقول له رمضان كريم، كل عام وانت بألف خير. رمضان كريم وتحية لكم لقناة الرياضة العراقية. ينضم معنا أيضا السيد محمد فرحان، أمين سر الهيئة الإدارية لنادي بغداد. رمضان كريم، كل عام وانت بألف خير. رمضان كريم على الجميع وكل عام وانت بألف خير. تحية لك وتحية للسادة الحضور وجميع مشاهدي قناة العراقية الرياضية. نبدأ من الحدث الأول المهم اللي بالأمس تم الإعلان عنه، حقيقة بشرة سعيدة لجميع الجمهور الرياضي الكريم. إقامة بطولة غرب آسيا ستكون في شهر تشرين أول المقبل. هذه البطولة أو هذا التنظيم اللي غاب عن العراق لفترات طويلة، الآن ستعود البطولات من خلال يعني استضافة ملاعبنا الجميلة الكبيرة. ملعب جذع النخلة في البصرة سيستضيف هذه البطولة بعد أن أقر اتحاد غرب آسيا إقامتها في العراق. وبالتالي علينا الآن أن ننسى جميع الخلافات الانقسامات، نتكاتف من أجل أن ينجح العراق في إقامة هذه البطولة بعد غياب طويل عن إقامة البطولات. فرصة طيبة أن نتحدث مع السيد فالح موسى عضو اتحاد كرة القدم عن ظروف وطبيعة الموافقة من قبل اتحاد غرب آسيا على إقامة هذه البطولة بعد غياب طويل للعراق عن إقامة البطولات. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك سيد حسن مشاهدي قناة العراقية الرياضية وللأخوان الضيوف. يعني تعرف أنه هذه البطولة صحيح هي بطولة مهمة، كونها أنه البطولة الأخيرة اللي تم تنظيمها من قبل العراق عام 79 بطولة الخليج، تأتي في ظل الأوضاع اللي عاش العراق بالفترة الأخيرة بعد رفع الحظر الجزئي عن الملاعب العراقية. بالتأكيد عندما تناط مهمة تنظيم مثل هذه البطولة لمنتخبات تكاد تكون يعني منتخبات جيدة بالوسط الرياضي، كل هذه المنتخبات مشاركة في بطولة آسيا، كل هذه المنتخبات تشارك في بطولة الخليج، بالتأكيد تحظى بأهمية واهتمام كبير. اليوم عندما اتحاد غرب آسيا يعطي الضوء الأخضر للاتحاد العراقي وموافقته النهائية على تنظيم البطولة في مدينة البصرة، بالتأكيد لم يأتي من فراغ، وإنما هناك معطيات على أرض الواقع من خلال تنظيم البطولات ومباريات تجريبية اللي أقيمت بعد فترة التحضير أو فترة الاختبار اللي خضع لها العراق لجاهزية ملاعبه وجاهزية منتخباته. بالتأكيد اليوم احنا أمام منعطف مهم، علينا أنه نستغل هذه الفرصة على أكمل وجه من أجل أنه نظهر الوجه الناصع للعراق. اليوم تنتظرنا مهام كبيرة بأنه العراق عندما يستضيف مثل هذه البطولة عليه أنه يحضر كل شيء ممكن أنه يخدمه للمستقبل. اليوم الأحداث الرياضية اللي تمر بالساحة الرياضية أكيد يجب أن لا تؤثر في إقامة مثل هذه البطولة. اليوم بعد الإعلان الرسمي عن تنظيم العراق البطولة نشوف الدعم عن طريق رئاسة الوزراء، عن دعم وزارة الشباب والرياضة، عن دعم الإعلام لتنظيم هذه البطولة. هذا يعطيك دليل كبير بأنه الجميع متلهف على أنه ينجح تنظيم هذه البطولة، وأعتقد أنه العراق بمعطياته وبناس اللي موجودين وبأنفاس العراقية اللي دائما ما الطالب باكتساب حقها اللي يضاع فترات طويلة وسنوات طويلة، أعتقد أنه إحنا قادرين إن شاء الله على أنه ننظم هذه البطولة، لكن يحتاج لنا إلى عمل كبير وجهود ليست بالقليلة من أجل أنه ننجح بالتنظيم كما نجحنا في تنظيم المباراة السابقة اللي أقيمت في مدينة البصرة وكربلاء. أستاذ عدنان، عندما زف الخبر يوم أمس شاهدنا ردات فعل خلال عديد الأوساط، إن كانت إعلامية صحفية مواقع التواصل الاجتماعي، رأينا سعادة غامرة فرح.
من حقنا أن نفرح أن نسعد بمثل هذا الخبر أم هي مبالغة؟ بطولة عادية، بطولة غرب آسيا لا تعد من البطولات الكبرى، والعراق يمكن له الآن بعد هذه المنشآت والملاعب الكبيرة يمكن أن يستقبل أو يستضيف بطولات كبرى على مستوى القارة الآسيوية أو على مستوى العرب. لا، أنا لا أعتقد الأمر به مبالغة. الموضوع أن أنت إذا تريد تنظم بطولة بحجم بطولة آسيا مثلا تحتاج إلى مجموعة من الخطوات حتى تصل إلى هذه المرحلة. أكيد الخطوة الأولى هي بطولات من هذا القبيل. ممكن ننظم بطولة شباب آسيا، ممكن ننظم بطولة ناشئة آسيا، ممكن نستضيف نهائي آسيا. يعني رويدا رويدا ممكن نصل إلى الحدث الأكبر باستضافة كأس آسيا على اعتبار هو البطولة الأولى في القارة. أعتقد حدث مهم يجب أن نستعد له بشكل جيد، نتعامل معه باحترام، نحترم الآخرين، لأن أكيد إحنا يعني قرار رفع الحظر لم يأتي إلى تكاتف الجميع مع العراق، وقف الجميع مع العراق. عندما صد العرب عن العراق وقع العراق بالكثير من المشاكل والأزمات، لكن العراق من انفتح عربيا انفتح آسيويا انفتح على بلاد الجوار، سياسة العامة سياسة الدولة شهد التطور كبير انعكس على الجانب الرياضي. فبالتالي علينا أن نحضر، علينا أن نستعد من الآن، سواء اتحاد كرة القدم أو وزارة الشباب أو محافظة البصرة. علينا أولا أن ننهي الكثير من ملفات الخلاف. احنا سمعنا يعني في طرف، احنا أكيد نبتسم للبصرة اللي هي حاضنة العراق خزينة العراق، وأيضا نحزن لما يحدث في البصرة اليوم. اليوم أندية البصرة تحارب من أبناء البصرة أنفسهم. يعني أندية النفط اللي هي أندية يعني تعتبر مثال للأندية المثالية النموذجية في العراق تحارب اليوم. هذه التجربة تكاد تحطم وتكسر هذه الأيام. نادي الميناء اللي هو يعتبر واحد من أعرق الأندية في العراق يحارب اليوم، وأيضا من وزارة النقل، وللأسف أقولها وزير النقل ووزير النفط ومثلين هم من أبناء البصرة. يعني شر البلية ما يضحك. اليوم الخبر اللي أنا أعتقد خبر صادم إن جميعا اللاعبين البصرة الموجودين في الفنادق تم إخراجهم بسبب الضائقة المالية. أنا أعتقد هذه يعني قضية يندى لها الجبين. واحد يقول لي إحنا نتحدث عن حدث جميل مثل غرب آسيا، أنت ليش تأخذنا على هذا الحدث السيء؟ لا، إحنا خلي نرمم بيتنا أول، خلي ننهي خلافاتنا، خلي ننهي مشاكلنا، بعدين نفكر بالنجاح. اولا هاي قضيه الانديه لازم تحل باقرب وقت ممكن، لان هذه انديه لها قيمتها ولها دلالها على البصره وعلى احسن. الامر الثاني اعتقد ايضا نحتاج حتى في القرارات اللي تتخذ، يعني سواء من اتحاد كره القدم او وزاره الشباب، ان تشرك يعني محافظه البصره بها. لان احنا بلد اتحادي. والان يعني العراق في عهد الحكومه السابقه اللي الان انتهت ولايتها، قضيه توزيع المهام بالنسبه للوزارات الاتحاديه على المحافظات اخذه. فبالتالي علينا ان نستثمر هذا الامر، ننهي هذه المشاكل، ونبدأ خطواتنا بالتنسيق العالي، بالتنظيم العالي، نضع لكل شخص مهامه وواجباته حتى ننجح. نجاحنا في بطولة غرب آسيا راح يقودنا إلى بطولات أكبر مثل شباب وناشئة آسيا، ومن ثم إلى بطولة آسيا إن شاء الله. نعم، حقيقة الزميل عدنان لفت سبقني بالحديث عن محور اليوم مهم راح نتناوله، أندية البصرة، المشاكل اللي تعصف بهذه الأندية. من غير المعقول أنه ناديان مهمان في البصرة، نادي الميناء ونادي نفط الجنوب بالإضافة إلى نادي البحري، اليوم يعانون ماليا بالرغم من ارتباطهم بمؤسسات مهمة، مؤسسات يعني هكذا الصورة تبدو أنه مؤسسات ثرية يمكن أن تدعم هذه الأندية بالكثير من الوسائل التي تجعلهم قادرين على أن يكونون أقطاب منافسة حقيقيين في المسابقات. قبل ذلك ننوه بأن الهاتف اللي يظهر أسفل الشاشة راح يكون مهيئ أمام جمهورنا الرياضي في استقبال رسائلكم. نأكد على الرسائل فقط حتى نقراها مع ذكر هوية المرسل. سعد محمد، حدث مهم للبصرة يأتي على أعقاب استضافة ملعب جذع النخلة للعديد من المناسبات، مباريات الودية بعد رفع الحظر. اليوم يأتي خبر جميل سعيد باستضافة البصرة لبطولة غرب آسيا في شهر تشرين أول المقبل. ما تأثير هذا الخبر السعيد على أبناء البصرة؟ وهل هناك يعني تكاتف تعاون لأجل إنجاح هذا المحفل؟ والله أستاذ حسن، أنت تعرف جمهور البصرة عاشق الكرة القدم. نعم، هو اللي تقريبا خلينا نقول 75% من جمهور البصرة اللي ساعد على رفع الحظر على مدينة البصرة. نعم، والمدن الباقية. فالبصرة كلهم فرحانين بهذا الحدث،
بس المشكلة إنه يعني شلون مكسورين، لأنه أنديتهم اللي هم يشجعوها تعاني يعني نعم. مثل نادي النفط ونادي الميناء من أندية عريقة موجودة بالبصرة، وبعدين المشكلة وين؟ إنه ذول الناديين يعني يرعون أكبر شركتين موجودة نعم. بالعراق وبالشرق الأوسط، شركة المواني البناء الوحيد الموجود بالعراق، شركة نفط الجنوب أكبر شركة موجودة بالشرق الأوسط نعم. ما تقدر تدفع مليونين دولار النادية، يعني شيء عجيب غريب يعني نعم. يعني لما تيجي تناقشها لما بعدين أكو شغلة، أنا قبل لا أحكي بعد ما أنا أشكر اللاعب مصطفى كريم اللاعب الخلوق اللاعب الدولي على استضافته اللاعبين اللي طلعوا من الفندق البيت نعم. وهي مو جديدة علي، كل شيء لاعب دولي وخلوق يعرفوا الأصول، بس أنا أتندب بنفس الوقت إحنا البصر أهل الكرم أهل الطيبة يطلع يعني ضيف عندنا يطلع من عندنا بهاي الطريقة، إحنا البصرة كلها تحكي بينا زين. أنا أريد أتعجب على شغلة واحدة زين، أنتوا ليش تطبقون قرار مجلس الوزراء على نادي الميناء على نفط الجنوب؟ ليش ما تطبقه على بغداد؟ أنا مو يعني أنا مو ضد أهل بغداد، وإنما أقول الخير جاي لهم ما يخالف ماكو مشكلة، هسه قلنا ساوون إحنا البصرة مع أهل بغداد بالوقت اللي انه مثل ما قال الاستاذ عدنان وزير من البصره وزير من البصره الثاني، واحد على المواني واحد على النفط. اذا اكو مشكله عندكم بالهيئات الاداريه قعدوا الهيئات الاداريه قلوا اذا تريدون اقدم استقاله وتمشون النادي انا اول واحد مستعد اقدم استقاله ومشي النادي زين. يصير هذا نادي الميناء نادي كبير نادي العريق ما عنده فلوس يدفع فندق مع الاسف يعني ما للاسف يعني صايره هاي قبل وهي واقول لك اياها احنا بعد 3 ايام واربعه نفس الشيء لاعبين الموجودين الاجانب واللاعبين السوريين الموجودين واللاعبين بغداد الموجودين بالفندق هم راح يطلعون هم يطلعون لانه صارنا 3 اشهر ما دافعين لا مطعم ولا فندق ما عندنا فلوس. انتم ايضا التخصيصات الماليه مقطوعه عليكم؟ مقطوعه علينا صار فتره طويله بالوقت اللي ماشي. هسه انا ردت السؤال، انت اجت ميزانيه اقريتوها وبتوقيع حق السيد الوزير 3 مليارات ونفط بغداد 3.5 ونفط الوسط 3، ليش احنا صرنا 2 هم باقين 3.5 ب3؟ لما تحكي يوم يقول لك قرار مجلس الوزراء، طيب ماشي طبق على الانديه 3، ليش ما تطبق على نفط بغداد؟ ليش ما تطبق على نفط الوسط؟ ليش تطبق على نفط البصره؟ اكو اسباب خفيه ما مطلع يعني عليها الجمهور يعني والله 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 انا افكر بيه ما ادري انه متفقين علينا احنا الناديين تريدون تسدون نادي الميناء تسدون نادي نفط الجنوب. طيب سدوا خساره للرياضه العراقيه قبل دولة أن تكون خساره للميناء انتم دوله واخذوا قرار سدوا هاي الانديه ولا ايش معنى انه يعني ايش معنى الانديه ماشيه اللي ويانا من وزارة يعني انا ما اخاف احكيهم يقول لك حكي او يقول مظلوم البصره يعني يصير بالزوراء ماشي اموره والميناء لا، يصير بنفط بغداد ماشي اموره وبنفط الجنوب لا، يعني ما اعرف يعني هي وزاره واحده واللي راسها وزير بصراوي وبنفس الوقت اقول لك يا وزيرنا البصري خاصه جبار العابي رجل محترم رجل مثل ما يقولون على وال عراقي يملك مثل هذا الرجل 10. وين المشكله؟ كان تلقى العراق متقدم من ضمن الدول المتقدمه. وين المشكله يعني؟ المشكله والله احنا نسالهم وين المشكله حلوا لنا اياها يعني ليش هسه احنا جايين لبغداد يصير احنا نجي لبغداد نتداين نجيب لنا 10 ملايين نجيب الفريق زين. طيب جينا هاي اللعبه واللعبه اللي وراها انا واحد من العالم حتى خاطبت رئيس الاتحاد العراقي السيد مولى عبد القادر قلت له يا ممكن اقدم لك طلب عرفت نبقى بمركزنا وننسحب لانه ما عندنا فلوس. قال لا ما يصير يعني هسه يصير نتفق احنا والميناء او نوصل لمرحله احنا والميناء ننسحب للدوري العراقي. انتوا اذا انسحبتوا المسابقه كلها تتهدم هسه يعني المسابقه خد تتهدم بس ما راح يقولون الفيفا ودول العالم ناديين عندهم يقدرون يصرفون عليهم شلون يمشون بطوله شلون راح تمشون بطوله غرب اسيا اللي ما تقدرون يصرفون على ناديين ما راح يصير هذا الحكي. نعم زين مقبلين على رفع الحذر عن بغداد وعن الميناء وعن النجف. نتحدث عن البصره واهميتها اليوم يعني. في استقبال واحتضان بطوله غرب اسيا نريد الامور تكون يعني خير حتى تقدرون تكونون مسترخين لاستقبال البطوله. شلون مسترخين؟ هسه هذا الجمهور الموجود جاي يعاني وجاي يبكي وجاي يطلع وجاي يصيح وجاي يقول يا هاي الانديه ليش تشي رسائل جاي توصل لنا يعني ما اعرف شنو شنو قصدهم على البصره ما اعرف. استاذ محمد حقيقه احنا يعني حتى وقت قريب كنا نعتقد بانه انديه المؤسسات هي الانديه الحجر الزاويه بالرياضه العراقيه بل هي اللي تمشي الان امور الرياضه لان لولاها حقيقه الانديه الاهليه ما قادره ان تعين نفسها فقط انديه المؤسسات لكن الان كانه مفاجاه غير ساره انديه المؤسسات معظمها اليوم تعاني بسبب ارتباطها بمؤسسات موقفه الصرف او لوجود اسباب تتعلق بنزاعات صراعات وبالتالي تتضرر هذه الانديه. نادي بغداد ايضا احد الانديه المؤسساتيه يعاني مثل ما تعاني الانديه الاخرى.
تحية لك أستاذ حسن مجددا ولضيوفك الكرام. بصراحة أول شيء يعني إحنا أكيد يعني كنا سعداء باستضافة العراق لبطولة غرب آسيا، يعني هذا يعتبر يعني نجاح لكل المنظومة الرياضية اليوم من يرفع الحظر الجزئي وإن شاء الله للحظر الكامل عن ملاعبنا. وأعتقد يعني أنا أعيد ما أجى به أستاذ أبو أحمد أستاذ عدنان أستاذ محمد إنه العامل الرئيسي هو الجمهور، يعني اللي كان السبب الرئيسي الضامن للنجاح رفع الحظر. واليوم احنا نبحث عن تنظيم بطولات، تنظيم عن رفع حظر، كل هذا يعتمد على دوري منتظم، دوري منظم اللي هو الشركاء لهذه المسابقة هم اغلبها هي الأندية المؤسساتية اليوم اللي مشتركة في الدوري الممتاز. من جامل يعني كل الأندية المؤسساتية اليوم تعاني، من ضمنها نادي أمانة بغداد. احنا نعاني بصراحة مو يعني انه المؤسسة الراعية ما تريد تدعم، لكن الظروف اللي مر بها البلد والتقشف اللي ضرب على البلد وخاصة يعني أمانة بغداد، قدرنا احنا كهيئة إدارية ان يكون هناك تواصل مستمر مع المؤسسة الراعية، واحنا عندنا طريقه للتعامل معه والتعاقد مع اللاعبين. بعد نهايه الموسم نرفع كتاب الى المؤسسه، احنا قد انتهى الدوري مقبلين على موسم جديد، شنو الامكانيه اللي امانه بغداد ممكن ان توفر هذا التخصيص، يتوفر التخصيص ونستلم كتاب. هذا عين الصواب. اي ونستلم كتاب من بدايه الموسم. نعم. ونستلم كتاب معنون من امانه بغداد الى نادي امانه بغداد انه الموسم 2017 و2018 تم تخصيص هذا المبلغ. نعم. وعليه احنا راح تكون الصوره عندنا واضحه فنخطط هذا ينوضع المبلغ المخصص ينوضع يعني بصندوق او ببنك هذا كله يكون في امانه بغداد حساب. لا 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 في حساب امانه بغداد. يصير اخلال يعني يصير تعثر بالصرف؟ لا 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 ما يصير. يعني يصير ممكن تاخير. انا اعتقد هذا بس مو يعني نوع مثالي من انديه المؤسسات ان تعمل بهذه الطريقه. احنا قبل يعني بصراحه سيد حسن احنا دزونا كتاب وموقع هيئه الري اجتمعت وقررت الميزانيات للانديه انطونا الكتاب ياب النفط الجنوبي بثلاثه وعلى ضوءها على ضوء تعاقدنا والعقود مالتنا بصادقتها القانونيه مال شركه نفط الجنوب. نعم. يعني هسه اللاعبين لما يروحون للمحكمه يكسبون القضيه اكيد عدوا والنوبه الشركه تدفع شنو اجور المحاماه. نعم. يعني على ضوء ال 3 مليارات اعطينا. نعم. للسله واعطينا الخماسي واعطينا. نعم. للقدم. نعم. زين انت لما تشيل من عندي مليارات شلون تدول؟ نعم استاذ هي هاي المشكله. هذا استاذ محمد اللي يقوله صح بس. نعم. استاذ محمد احنا لما يرفعون عنده شيء اي الفرق لا مو هو الفرق يجوز بين المهيئات تفرق المؤسسات بالتعامل استاذ محمد حتى في الرقابه على المال من مؤسسه لمؤسسه اكو يعني اختلاف. احنا العقد اللاعب او المدرب يصدق في الاتحاد ويصدق في القانونيه لامانه بغداد وتبقى نسخة عندهم أصلية وإحنا أكو تواريخ للدفعات بالنسبة للاعبين وعلى أساسها يتم. بس هذا شلون صار هذا التعاون أستاذ حسن؟ نعم. يعني بالفترة اللي قبل إدارتنا يعني قبل 2014 كان كل الفرق تأخذ يعني ميزانيتها من أمانة بغداد. نعم. بس إحنا بعد 2014 صار اجتماع مع دكتورة ذكرى علوش وقالت هذا ظروف الأمانة وهذا. نعم. ظرف البلد. فإحنا فقط بقينا يعني كل ما كان يدفع من أمانة بغداد رجعنا صار على إيرادات النادي وفقط ناخذ من أمانة فقط عقود اللاعبين والمدربين القدم الأول. أما باقي كل الصرف وكذا على إيرادات النادي. نعم. اليوم احنا يعني نطلق مثلا لمشكلة نادي نفط الجنوب وكذلك الميناء. أعتقد يعني هي المفروض المؤسسة الراعية وزارة النفط والموانئ إذا يكون هناك إشكال مع الهيئات الإدارية لا بأس ان اليوم هي تعطي المال من حقها تراقب المال. نعم. ولو كان اكو هناك رغبه حقيقيه من قبل المؤسسه لدعم الناديين هناك اكثر من طريقه وهناك اكثر من وسيله لحل المشكله. نعم. وابعث ناس ذي اختصاص من مؤسستي. نعم. والعقود موجوده وممكن متابعه المال، لكن اعتقد يعني هناك اشكالات يجب حلها في يعني احنا كنادي امانه بغداد وكل الانديه. طيب. تتضامن مع جميع الانديه استاذ حسن حتى في سبيل انه انت من يقول لك اني انسحب اليوم احنا هاي مثلا علي من تاثر ترجع تاثر على
على المنتخب الوطني، احنا بنقول نريد منتخب على الرياضة وطني بشكل على الرياضة بشكل, بشكل عام. الان خلونا يعني الان ينضم معنا الكابتن جليل حنون رئيس الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي. مساء الخير كابتن جليل. مساء النور استاذ حسن، ونرحب بضيوفك الكرام. الصوت مدى يوصل؟ الو الصوت هنا مدى يوصل؟ يعني مدى نسمع الكابتن جليل حنون؟ استاذ جليل اذا كنت تسمعني، رمضان كريم وكل عام وانت بخير. يعني حقيقه اليوم سمعنا خبر مؤسف بانه هناك تمرد من قبل لاعبي الميناء في عدم حضور التدريب، وايضا عدم يعني خوضهم لمباراتهم القادمه امام نادي الحسين. ما الذي يحدث لكره الميناء؟ رمضان كريم عليك وعلى ضيوفك الكرام. الو اتمنى ان يتم اصلاح الصوت. لحد الان الصوت يعني لا يصلنا بشكل واضح، بل لا يصل تماما. الو انا سمعت استاذ حسن. هو موجود بس استاذ جليل تسمعني؟ زين. اذا راح نعاود الاتصال بالسيد جليل حنون حتى يكون الصوت جاهز، وايضا نستمع الى مداخلته بشكل واضح عن ظروف فريق الميناء اليوم. حقيقه اللي يعاني معاناه كبيره بسبب قطع التخصيصات الماليه عن النادي، وبالتالي اداره النادي غير قادره على الايفاء بمتطلبات ومستلزمات ادامه ومواصلة مشاركة الفريق في مسابقة الدوري. الآن يحضر الاتصال أو يجهز. أعود بالحديث للسيد فالح موسى. أستاذ فالح، اليوم قدراتنا الذاتية وإمكاناتنا يعني قادرة على أن بالفعل أن يعني نحضر أو نستضيف حتى بطولات من هذا النوع، بطولات غرب آسيا؟ بس شوية يعني الأخوان ثلاثهم حكوا في موضوع الدعم المادي والأندية وموضوع الميناء ونفط الجنوب. أنا ما شاركت صراحة. نعم الأمر نعم. يعني الأستاذ حسن، أنا أعتقد أنه موضوعين مهمات جدا، هو موضوع إداري وموضوع مالي. كل الأندية قبل بداية الموسم هناك تخصيصات تخصص من قبل المؤسسات اللي تابعة لها. قسم من هذه المؤسسات مرتبطة ارتباط مباشر كوحدة إدارية مع مؤسسات. أنا أسمحك العذر، يعني مضطر أرجع لأنه الآن الاتصال جاهز مع السيد جليل حنون. مساء الخير مرة ثانية كابتن جليل. مساء النور أستاذ حسن، رمضان كريم وعلى ضيوف الكرام. رمضان كريم عليك وعلى أهالي البصرة جميعا وعلى جميع أبناء شعبنا العراقي. أعود بالسؤال وأكرر، يعني ما الذي يحدث اليوم لكرة الميناء؟ ما نسمع حقيقة أمر محزن، ويعني كرة الميناء لا يعني لا تعني أو لا يعنى بها أهل البصرة فقط، إنما جميع أبناء الشعب العراقي وجمهورنا الرياضي الكريم. أستاذ حسن، أنا أقول مع الأسف، يعني مع الأسف إنه نادي الميناء يمر بهذه الظروف المالية الصعبة، الأمور المالية اللي خلافها وزيرنا وزير النقل بتخصيص مليار دينار ل 13 لعبة. اليوم الأمانة العامة للوزراء صدرت قرار مليار دينار ومليار دينار للبنية التحتية. أنا من جيت للهيئة الإدارية بعد رجوعي ب 22/8 ميزانيتي 7 مليار دينار، وعلى هالاساس هذا انا تعاقدت مع اللاعبين ومع المدربين وقعدهم في فندق ومناه باشا وفندق المها. اليوم الازمه صارت، هذا المليار لا يمكن ان يفيد حاجه فريق واحد مو 13 لعبه. يعني انا متعاقد مع اللاعبين بثلاث مليارات، فاكيد راح يصير خلل بهالموضوع هذا. يعني اليوم اللاعبين يردون استحقاقهم، لحد هاللحظه انا صار بس 20 الزميل 20 مليون لكل لاعب. المخرج رائد، يعني اتمنى يتم اصلاح الخلل، الصوت ما يوصل للضيوف ما يوصلنا حتى نقدر يعني نستمع الى مداخله السيد جليل حنون ونفهم ما الذي يقوله.
إذا أمكن يمكن معاودة الاتصال مرة أخرى إلى حين إصلاح الصوت. إذا راح نعاود اتصالنا بالسيد جليل حنون. حقيقة هنا خلل فني في معالجة الصوت وإيصاله إلى الضيوف الكرام وإلى أسماعنا حتى نعرف شنو اللي يتحدث به السيد جليل حنون. على أقل تقدير نقدر نعلق. أعود لك بالسؤال أستاذ فالح. نعم أنت عندك مداخلة. يعني أسفنا لما يحصل لكرة الميناء ونفط الجنوب. بالتأكيد يعني هذا حتى أندية بغداد وجماهير بغداد يعني نفسها مع أندية البصرية مو اليوم يعني هذا من أمد تاريخ حتى من الميناء أخذ الدوري بال 77 و 78 يعني حتى أكو فرحة كبيرة من جمهور بغداد لأنه الميناء يرتبط ارتباط مباشر مع هذه الأندية. أستاذ حسن أنا أعتقد أنه هناك مسألتين إدارية ومالية. المسألة الإدارية هناك بعض أندية المؤسسات مرتبطة إداريا كوحدات إدارية مع مؤسساتها. هناك أموال تخصص من ضمن الموازنة للوزارة جزء من عدها يذهب إلى النادي وبالتالي تشوف بعض الأندية مخصص إلها ضمن الموازنة اللي تقر من قبل البرلمان وبالتالي يعني أمورها قد تصير بالشكل الصحيح. بعض الأندية المؤسسات تحتمل على الاستقطاعات وهذا المشكلة اللي يصير أيضا اليوم ما يتعرض لنادي الميناء ونفط الجنوب. بعض الأندية اللي موجودة في بغداد كأندية مؤسسات أيضا تتعرض له لكن مثل ما قال أستاذ محمد اليوم بدرت البوادر من نادي الميناء بهذه الطريقة باشر من نفط الجنوب بعد باشر أنه من نادي الطلبة من أندية أخرى. اليوم احنا ايضا كنادي مؤسسة كنادي الصناعة احنا من 1/8 لحد هذا اليوم موقفين الاستقطاعات من عندنا كوزارة الصناعة والمعادن يعني هذه المشكلة اعتقد انه تشترك. استاذ حسن وين المشكلة؟ المشكلة عندما مجلس الوزراء بقرار 289 خصص 2 مليار دينار لكل نادي اعتقد انه هذا كان يعني مبدأ العدالة والمساواة كان موجودة به لكن مع الأسف انه وزارة المالية هي اللي يتولاها اليوم هو السيد رئيس الوزراء ما تم تنفيذ هذا الموضوع وبالتالي ظلت الأندية حائرة امام عقودها مع لاعبيها ومدربيها وبالتالي تصير هاي الإشكالات. فهذا هو موضوع طويل بصراحة الأمر. الجانب الإداري أيضا اليوم بعض المؤسسات تقول أنه بعض الهيئات الإدارية تجاوزت الفترة المحددة لها وبالتالي اليوم هي مقانونية. لذلك أي مبالغ نطيها أيضا أنه تصير علينا بشكل غير قانوني. لذلك هي عامليا مهمات الجانب الإداري والجانب المالي مرتبطات مع بعض حتى توصلنا إلى هاي النتيجة. نرجع إلى سؤال حضرتك فيما يخص القدرات التنظيمية اللي موجودة عند العراق. بالتأكيد اليوم العراق كبلد نعم قادر بس تقول لي كمؤسسة وحدة سواء اتحاد كرة القدم سواء وزارة الشباب والرياضة سواء إعلام سواء جمهور بحدهم أنه قادرين على أنه يستوعبون مثل هذا التنظيم أو مثل هذه البطولة بهذا الحجم. أعتقد أنه إذا ما تكاتفت كل الجهود وكل العناوين اللي ذكرناها أعتقد أنه العراق قادر. لأنه أستاذ حسن منين تجينا هذه الثقة اللي موجودة عندنا؟ لو نسترجع جزء بسيط من المباراة اللي أقيمت عندما كان الحظر موجود على الملاعب العراقية الطواقم التنظيمية لهذه المباراة اللي خارج العراق هم عراقيين هم موجودين بالاتحاد ومساعدة إخوان آخرين أيضا هم عراقيين. عندما صارت عندنا تنظيم مباريات في مدينة البصرة في مدينة كربلاء أيضا الطواقم الإدارية اللي نظمت المباريات هي كوادر عراقية وأيضا نجحنا في تنظيم البطولة الثلاثية وإن كانت حجمها صغير لكن بالتأكيد مردودها الجانب كتنظيمي هي ممتاز. وهذا يعطيك إشارة بأنه لو لم يكن التنظيم بالمستوى الجيد والمطلوب ونال رضا الآخرين ما أعتقد أنه بطولة. وإن كان أستاذ عدنان قال أنه البطولة نعم مهمة حضرتك قلت أنه قد تكون ليست بمستوى الحدث الكبير اللي مثلا تكون بطولة أمم آسيا لكن عندما اتحاد يضم 13 اتحاد غرب آسيا يضم 13 اتحاد وهذه الاتحادات أيضا مهمة ومؤثرة عندما تنال ثقتها بأنه العراق هم بالتأكيد يردون ينجحون في تنظيم هذه البطولة. لذلك أعتقد أنه العراق كسب ثقة الآخرين من أجل أنه ينظم هذه البطولة. نعم نحتاج إلى دورات مهمة نحتاج إلى دراسة تنظيم بشكل عالي لا نغفل دور كل شخص ممكن أنه يقدم مشورة أو نصيحة أو خدمة في مجال نجاح عملية التنظيم. اليوم الحمد لله والشكر أكو كوادر أكو خامات إدارية تنظيمية جيدة موجودة بالعراق. أعتقد إذا ما تم تضافر كل الجهود أعتقد أنه العراق راح يسير بهذه البطولة نحو شاطئ الأمان وأعتقد أنه نعم إن شاء الله العراق قادر على تنظيم هذه البطولة. أستاذ عدنان طرحت قضية أنا أعتقدها جدا مهمة اللي تتعلق بترميم البيت الداخلي يعني قبل أن ننطلق إلى محيطنا العربي والآسيوي. اليوم اللي يراقب المشهد ويشوف مشهد المشهد الرياضي العام إن كان مؤسساتي إن كان ناديوي إن كان أولمبية إن كان وزارة
صراحة يشفق على الرياضة العراقية من الحال اللي وصلت إليه، نزاعات، صراعات، تشظي، انقسام، حتى الأندية المؤسساتية اللي كنا نعول عليها بأن ترفع من الشأن الرياضي اليوم تعاني. يعني أما آن الأوان أن نعيد خارطة أولوياتنا ونرجع بالفعل أن نرمم بيتنا على أساس مهني وعلى أساس مرحلي إلى حين أنطلق للخارج. نعم أنا متفق معك تماما. عندما يكون العمل المؤسساتي حاضر يعني بالشخوص وبفرق العمل أكيد راح ننجح. أنا للأسف دائما العملية عبارة عن اجتهادات شخصية، كل وزير يأتي يفكر بما يريد أن ينجح هو ذاته، ما يفكر بالمؤسسة. ما يفكر بالمؤسسة. كل مسؤول بالاتحاد يفكر يريد ينجح لشخصه، بس ما يفكر يعمل لي يعني لخارطة عمل ومليات بعيدة ممكن ننجح بها. احنا نحتاج يعني جلسة مصارحة قبل أن نبدأ بالتنفيذ. نعم. جلسة مصارحة أن نحدد يعني وين نقاط القصور، وين الثغرات، حتى نحاول معالجتها. للأسف الكثير من نقاط يعني القصور موجودة في ملفاتنا عموما. نعم. يعني على مستوى الوزارة، الأولمبية، الاتحاد، كل المؤسسات خلي تعترف أنها لديها الكثير من جوانب التقصير. الأندية كلنا عندنا تقصير، من نعترف نبدأ نعمل. اي خلي نعترف اولا احنا مقصرين. نعم. احنا يعني انت بديت حديثك بامر جميل، قلت يعني هل هاي الفرحة طبيعية منطقية لو بالغنا بيها؟ نعم. احنا ما نريد نبالغ بكل الامور، يعني دائما الان من نتحدث عن قضية الملاعب نعطيها فد بعد كبير، طبعا هذا فرحنا وسرورنا ان نحظى بهذه الملاعب، لكن خلينا نسأل أولا هل هذه الملاعب فعلا جاهزة تماما؟ يعني أنا من أجل الملعب كشكل عام هو شكل جميل، بس من أجل الباطن هذا الملعب بي مثلا جراجات سيارات صحيحة، بي العفو يعني حمامات ومياه وخدمات توائم هذا المنجز الكبير، هل بي مطاعم، هل بي خدمات جميلة للجمهور، هل الجمهور مرتاح؟ نفكر بهاي الأمور أم الأمر فقط إحنا عندنا مظهر عام إنه شكل الملعب الخارجي وخلاص؟ الكثير من هذه الأمور تحتاج إلى علاج. إحنا عندنا يعني وقت طويل حتى تقام البطولة، يعني مو هو بعمر العمل ليس طويلا، لكن خلينا نقول طويل يعني بمثابة تقريبا 5 أشهر ممكن نعمل بها الكثير. تحتاج استنفار لكل الطاقة. استنفار، لكن مو أيضا كل واحد يريد يصير بطل فيلم. لازم كل الأمور هو يلزمها بيدي. ما يصير. خلينا نوزع الواجبات، كل مؤسسة شنو واجباتها، وما يصير تداخل بالعمل، كل واحد يحترم الآخر ويعرف كل جهة شنو وظائفها، شنو واجباتها، شنو مهامها، بدون أن ننسب الأمور. لأن احنا من صارت قضية رفع الحظر تذكرون بوقتها السجال اللي صار، كل جهة تقول أنا الذي كنت، أنا بطل المشهد، أنا الذي حققت هذا الأمر. العراق هو اللي انتصر يا أخواني، خلينا نذوب، خلينا نبتعد عن هذه الأنا العالية اللي دائما تسودنا في المنجز، ونختفي ونطأطئ الرؤوس عندما ننكسر. خلينا نفكر دائما أنه إحنا مقصرين، بلدنا يحتاج الكثير. بلدنا الآن من نتحدث عن أزمة اقتصادية وأزمة مالية، يا أخي الآن السوق النفطية بدأت تستعيد وضعها. نعم. الآن سعر النفط راح يصل 80 دولار. نعم. نعم. يعني قريب من السعر السابق اللي هو كان 100 دولار. خلينا نستفيد، خلينا نستفيد. نعم. الآن من نتحدث الآن عن قضية أن يعني كان اكو استقطاعات لموظفي الدولة وكسروهم بالضرائب والكثير من الأمور، الآن انشالت. زين الأندية تبقى تدفع ثمن؟ نعم. الأندية دائما هي العنصر الضعيف، دائما بالميزانيات ما يفكرون بيها، يقللون ميزانياتها ويكسروها ولا كأنما هي واجهة. نعم. الرياضة واجهة. نعم. الرياضة دور، الرياضة شباب، وهذا الشعب هو أغلبه شباب. نعم. فخلينا نهتم بالرياضة ونهتم بالشباب على الصعيد المالي. المشكلة الآن مالية وإدارية، خاصة الحكومة الجديدة الآن في طور التشكل، فنحتاج إلى اهتمام عالي بالرياضة، لأن الرياضة عنوان. الآن من تحدثنا عن قضية إخراج اللاعبين من الفنادق، هذول أغلبهم لاعبين محترفين. نعم. هذا المحترف راح يحكي، راح يقول هذا البلد ما بي لا أمان ولا مال ولا يعني كل اللي نقوم به راح ينسف. أتمنى الآن أن يكون الصوت يوصلنا بشكل واضح. مداخلتنا مع السيد جليل حنون، نقول لك من جديد مساء الخير أستاذ جليل. إن شاء الله يعني يوصل الصوت بشكل واضح وندخل في صلب الموضوع. ما الذي يحدث لكرة الميناء؟ مساء النور أستاذ حسن، رمضان كريم عليك وعلى ضيوفك الكرام. يعني فقط نستمع إلى التحية وثم يذوب الصوت.
استاذ جليل تسمعني؟ نعم اسمعك. اتمنى ان شوي ترفع لنا صوتك حتى يوصل صوتك بشكل واضح. اريد نفهم شنو اللي دا يصير الان بالبصره مع الميناء، هذه المدينه وهذا الفريق اللي يعني حقيقه دائما نتمنى ان يكونون في واجهه الاحداث بشكل ايجابي. استاذ حسن، تعرف انه ميزانيه النادي بعد رجوعنا ب 22/8 هي 7 مليار دينار، وعلى هالاساس هذا تعاقدت مع اللاعبين والمدربين وسكنتهم في فندق وضمت بكل واجبي على اساس انه 7 مليار دينار. نعم استاذ حسن، فاجئت انه ب 2018 وزير النقل كاظم فنجان طبق علينا المليارين اللي هو المليار للبنيه التحتيه ومليار للرياضة. نعم. المليار الواحد اللي أنا متعاقد بالفريق قدم 3 مليار. زين. وعندي فريق السلة وعندي ساحة وميدان وعندي خماسي، هاي كلها عقود إضافة إلى 11 لعبة بشبابها وناشئين وشباب ومتقدمين. نعم. وعندي أبطال آسيا بالساحة وميدان. اليوم المليار شلون راح يكفيني وانا عندي 7 مليار؟ يعني افهم من كلامك استاذ جليل بانه مليار واحد فقط وصل الى اداره نادي الميناء؟ مليار واحد ب 2018. نعم فقط. زين، والسبعة مليار ما انصرفت نهائيا، لانه وزير النقل طبق قرار مجلس الوزراء اللي جماعتنا استاذ فالح يقول ما تطبق هذا القرار، لا يوم الميناء تطبق، ولهذا السبب صارت أزمة بالميناء. اليوم الفندق فندق المها يطلب نادي الميناء 170 مليون. اكيد هذا الرجل يعني صاحب فضل على اداره النادي وصاحب فضل على البصره. نعم. فاكيد انه راح يطرد اللاعبين بالاضافه الى الاتفاق مع المدرب وسفرهم الى بغداد. طيب استاذ جليل، اريد اسالك بصراحه وايضا اريد جواب صريح، القضيه شخصيه تتعلق بشخصك، يعني اليوم حضرتك اذا اطلعت من اداره الميناء يمكن ان تنحل مشاكل نادي الميناء؟ اكو هالشيء بالرياضه اليوم اكو اليوم ما ادعم محمد ولي، استاذ محمد ولي تحياتي له، اليوم اللي يطلع وزير النفط يقول انا ما ادعم محمد ولي، لازم اجيب معاون مدير الشركه، او ما ادعم صالح موسى لازم يطلع من الصناعه، هذا مو منطق يا استاذ حسن. نعم. اليوم انا جيت بانتخابات واطلع بانتخابات. لا انا سؤالي استاذ جليل، هو هذا الواقع اليوم اللي تعيشه اداره الميناء؟ يعني اكو هيك نفس انه سيد جليل حنون اذا طلع او قدم استقاله من اداره الميناء يمكن ان تنفتح ابواب الخزينه وان يتقدم الدعم للنادي؟ لا انا المقرر الي استاذ حسن، انا المقرر الي مليار، والمليار انا اخذته. من اللي يصرفه؟ وكاتب تعهد على نفسي انه بعد ما اطلب من شركه العمل مال العراق اي مبلغ. طيب شلون راح يصرفون؟ طيب اليوم بيان صدر من شركه الموانئ ينهي تكليفك بادارتك لنادي الميناء ويوقف الصرف، شلون راح تتعاطى ويا هذا الامر وانت مرتبط يعني روحيا وعمليا بمؤسسه الموانئ؟ انا اليوم اناشد رئيس الوزراء انه هذا القرار المسحب بحقنا، اناشد من خلال منبركم، اناشد رئيس الوزراء انه هذا القرار اتطبق بس على نادي الميناء، اناشد المحافظ انه يكون الراعي هو الاخ اسعد المحافظ رياضي ومحب للرياضه ومحب النادي الميناء. نعم. ومن خلالكم اناشده انه يتدخل بهذه المساله. طيب اريد اسالك سؤال اخير استاذ، اكو فقره انه بالقرار انه الديون السابقه تسد
فاحنا ب 2017 عندنا ديون. نعم. أرد أسألك سؤال أخير أثار السيد محمد ولي، هو أيضا ابن البصرة، نتحدث عن كرم البصرة ونتحدث عن هذه المدينة اللي دائما يذهب إليه العراقيون لأن يعرفون أهل البصرة أهل كرم، يعني هل يصير اليوم أنه أبنائنا أو ولدنا وزملائنا اللاعبين أو اللاعبين المحترفين أيضا اللي يجونا من دول أخرى وجايين يمثلون نادي الميناء يتم إخراجهم بهذه الطريقة، هذه الطريقة الفجة؟ أستاذ حسن، أنا أستاذ حسن نعم أسمعك. أنا رحت إلى الفندق واتفقت مع مدير الفندق. نعم. وكانت أكو مؤامرة إنه مدبرها ناظم شاكر إنه أوعز اللاعبين بإنه يطلعون من الفندق، وبالليل أنا جيت قلت لهم أنا أتحمل مصاريف كاملة بإسكان اللاعبين، إلى أن عندنا لعبة يوم الأربعاء يوم الثلاثاء الصبح نسافر، فالمدير الفندق وافق على بقائهم ولكن اللاعبين قالوا إحنا نطلع من الفندق. طيب هسه أنتوا ما راح تقدرون تلعبون أمام الحسين أو نادي الحسين يوم الأربعاء؟ لا ما راح نلعب، لأنه اللاعبين حتى لاعبي البصرة ما يعني أضرب يعني عن الأداء التماري. طيب كموقف قانوني الآن وإداري من إدارة الميناء، شنو عملكم؟ يعني الآن راح تقررون الانسحاب، تقنعون اللاعبين، شنو الحل؟ لا راح نقنع اللاعبين إن شاء الله بيرجع لهذا وإجراء المباراة. طيب يعني أنت هذه مباراتكم أمام الحسين ما راح تلعبوها؟ ان شاء الله احنا اكو تدخلات من ناس محبين للنادي. طيب يعني فقط اريد من عندك وعد ان تكون معانا حاضر في احدى حلقات برنامج بيت الرياضه، نتحدث بالتفصيل عن المشاكل الاداريه اللي يعاني منها نادي الميناء، واتمنى ان يكون حضورك هنا او ناخذك من البصره من مكتبنا ان توعدنا، لان احنا من زمان نحاول ان تكون لنا لقاء. ان شاء الله. شكرا جزيلا سيد جليل الحنون رئيس الهيئه الاداريه لنادي الميناء، حقيقه يؤسفنا هذا الوضع اللي وصل له الفريق. الان يعلن السيد جليل الحنون بان المباراه القادمه امام فريق نادي الحسين من الصعب اقامتها بسبب اليوم تمرد اللاعبين، عدم ما اجروا تدريباتهم، وايضا تحدث عن قضيه جدا مهمه ما اعرف يعني مدى حقيقتها، يتحدث عن مؤامره يقودها الكابتن ناظم شاكر مدرب الفريق، يعني رئيس النادي يتحدث عن مؤامره يقودها مدرب الفريق. يعني شوفوا هذه الاوضاع اليوم اللي تعيشها الرياضه العراقيه اللي يتحدث عنها الزميل عدنان لفته. يا اخوان والله نحتاج اولا ترميم بيتنا الداخلي، ترميم اوضاع انديتنا مؤسساتنا قبل ان ننطلق لاي استحقاق ولاي مشاركه ان كانت خارجيه بطولة نستضيفها. خلونا نعيد ترتيب أوراقنا، رياضتنا إلى الهاوية، وتشوفون المشاكل اليوم اللي يعني تشمل عديد الأندية. كنا نعول على أندية المؤسسات نقول هذه الأندية غنية، هي اللي ممكن أن تنظم وهي ممكن أن تقود الرياضة العراقية إلى بر الأمان، وتشوفون وضعها ونادي الميناء خير مثال على ذلك، وسائر الأندية المؤسساتية أيضا تعاني. سيد محمد، يعني نادي نفط الجنوب كان حتى وقت قريب يعني محسود من باقي الأندية ميزانية واللاعبين وعقود وعندكم ألعاب. أعود بنفس السؤال اللي طرحته للسيد جليل حنون، القضية قضية شخصية تتعلق بشخوصكم أنتم، يعني اللي تقودون مقاليد الأمور بالأندية، لو أكو يعني عمل خفي، يعني سوء إدارة من الإدارات أو سوء إدارة من المؤسسات اللي تنتمون إليها؟ لا أستاذ حسن، إحنا قبل من كانت الأمور ماشية طبيعية. منو كان يرأس اللجنة العليا للرياضة في القطاع النفطي؟ كان الأستاذ معتصم. نعم. الأستاذ معتصم لما كان يجتمع بالأندية النفطية كان يجتمع بالأندية يتناقش وياهم على الميزانية. نعم. لما طلع الأستاذ معتصم إجا الأستاذ كاظم سيدر. لما طلعت أنا ببرنامج الشوط الثالث اللي ويا محمد الناصري. نعم. وقلت هاي اللجنة مو رياضية ورئيس اللجنة مو يم الرياضي، زعل ووصل الكلام لمن؟ للسيد الوزير. نعم. ما وصل الكلام للسيد الوزير. انا لما سالني محمد الناصر الوزير من البصره شنو قلت له؟ قلت له هذا الوزير من البصره لو العراق يملك 10 مثله كان العراق تقدم. نعم. مصاف الدول هاي ما وصل الكلمه. وصل الكلمه اللي حكيت عليه قلت له انا مو رياضي. طيب. دز علي السيد الوزير والتقيت به.
قال لي وين شنو مشكله الانديه النفطيه؟ قلت له ما عندك المشكله. قال شنو هذا الحكي الحكي؟ قلت له انا قلت رئيس اللجنه واعضاء اللجنه مو رياضيين وما يعرفون الشغله. قال زين قبل كان يجتمع وياكم استاذ محسن؟ قلت له استاذ محسن كان يجتمع وياني ويتناقش يعني بالامور الماليه قبل لا يقرها. هذا صار. انت تسالني تقول لي المشكله وياكم لو المشكله بالمؤسسه؟ نعم. المشكله يدير الرياضه بوزاره النفط مو رياضي. فمن الطبيعي نوصل هذا المستوى. هسه انا هذا تليفوني روكيا اليوم انا داق على رئيس اللجنه استاذ كاظم امسي اريده يرفع التليفون حتى فهم وضعنا ما يرفع. طيب. هسه راح اخابر لك السيد وكيل وزير الاستاذ معتصم يرفع بنفس اللحظه يقول لك تفضل شنو عندك. ومن كان وكيل رئيس اللجنه هم كان نفس الشيء وكان يعالج الامور. المشكله مو بالادارات. ما عندك احنا من ناحيتنا ما عندك كل مشكله. طيب احنا الصرب اسمع لي استاذ حسن. نعم. احنا الصرب مالنا يمشي عن طريق الدائره مو عن طريق من. هسه انا اطلب بطل ماي لازم اكتب للشركه احتاج كيس ماي حتى شنو يعطوني فلوس. يعني احنا نكتب للشركه والشركه توافق ان تودي لي المالي والمالي تودي التدقيق والتدقيق تصرف صك ونجي نسدد بوصولات رسميه عن طريق التدقيق. اذا ليش لعد هذا اللي قلت لك سوء الاداره الموجوده بالوزاره. هذا الموضوع هسه من يقول لهم شيء يزعلون. طيب انتم الان موقفكم كنادي نفطي شنو الموقف بالضبط؟ يعني انت مع هذا الان الوضع اللي تتحدث عنه وكانه وضع صعب جدا ما تقدر انه انت تجيب الفريق تنقله الى بغداد حتى يخوض مباراه. انا اقصد شنو المستقبل اللي ينتظرك؟ ماكو مستقبل. انا جاي اقول له لسات كاظم يصير وزاره النفط ليش قرار مثل وزاره نفط الجنوب؟ ليش ما تطبق على نفط بغداد؟ هم يوقف نفط بغداد ويوقف نفط الوسط. انت اعطيتني 3 مليار انا عرضوت 3 مليار اشتغلت شيلت من عندي هسه المليار شلون اعطي اللاعبين ذول المليار؟ نعم اجيب لهم. نعم انا دفعت الدفعه الاولى والخماسي والقدم والسله صارت تقريبا 1400 1450 هاي فتره الدوري السباقات صرفنا 400 صارت مليار. نعم انتهت. رجع المليار وشيل المليار ونص من نفط بغداد وخلي الشغله يلا. مخاف احكي بشوكه يزعل. احكي بشوكه يزعل تمام؟ صح لو صح؟ شلون تحكيها؟ هو المفروض هو يروح يدافع من نفط بغداد. هو يروح يدافع المفروض يعني هو المفروض ليش يشيل القرار يروح يدافع يقول يابا هذا النادي ليش ياخذون قرار يعني سام لو دعمه مو زين هم يستمر بعد المنافسه. يعني انت استاذ محمد هسه انت اذا شوف نادي يعني شوف مشكلتك ان شوف نادي وضعه لازم كل هي مو عداله مو قرار مجلس الوزراء ليش ما تطبقها على الكل؟ تمام؟ حبيبي علينا تطبق انت تشرح لي عليك شلون طبق. محمد وزاره الماليه صدرت قرار وبيان بكتاب رسمي قالت انه المبالغ المخصصه بقرار مجلس الوزراء 289 يذهب للنازحين ويذهب الى وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه وبعد وزاره الماليه تقول لك كان دينار واحد ما اعطيه لا هسه احنا ثلاثه شالوا من عندنا واحد شلون دخلت بي حتى جبت كتاب من مجلس الوزراء محمد احنا ثلاثه من مجلس الوزراء عندنا واحد احنا 3 مليار شالوا من عندنا واحد شلون نطبق احنا 3 مليار شالوا من عندنا واحد احنا لو يبقى رئيس اللجنه العليا الاستاذ معتصم بالوزاره كان هالشيء ما موجود كان الامور كلها تمشي يعني هي الامور تتعلق باشخاص لو بنظم وقوانين وسياقات اداريه عجيب راح اقول لك لما راح اقول لك ليش امور نادي نفط بغداد ماشيه لانه رئيس النادي ماله استاذ معتصم وكيل وزير لما ياخذ كتاب يطبع الوزير طيب ما هو العنوان الان اللي يتبوء السيد معتصم مو فقط لرئيس رئاسه لنادي النفط ما هو مؤسسه نفطيه كبيره وانتم الانديه مرتبطه به لا ما مرتبطين به مرتبطين به بالمؤسسه الوزاره انا اقصد احنا كنا مرتبطين به لانه هو كان رئيس اللجنه نعم كان رئيس اللجنه العليا للقطاع النفطي شالوه بقى بس رئيس نادي استاذ حسن هي مساله تنديه المؤسسات يجي وزير يجي مسؤول زين يحب الرياضه يدعم النادي يا اخي انا يعني استاذ حسن راح اقول لك بعد الشغله نعم وهذا حقيقه واقع الرياض احنا الرياضيين مشلبين بالرياضه الناس ما تريدنا هو الدوله ما تريدنا نعم احنا الرياضيين مشلبين بالرياضه يعني ولا شنو مشكله تجي هسه تقول لي تقشف ماكو تقشف بالبلد مستحيل يكون تقشف مثل ما قال استاذ عنا البرميل 80 دولار هسه ما لازم البرميل 80 دولار هاي المواني مالك تشتغل قد الدين يعني شلون انتوا شنو مشكلتكم 3 مليار او 4 مليار دولار هاي فلوس هاي فلوس شوف لاعبين العالم جاي تجيب لاعبين على مستوى 220 و300 مليون يورو على لاعب يجيبه من البرازيل يلعب باسبانيا ليش ما عندهم اسبانيا لاعبين يجيبون لاعبهم 300 مليون هاي هذا شوف بقى سبع احنا نجي نقعد نحكي على منتخب العراق مال نعم نجي على منتخب نحكي على منتخب العراق اليابان 2017 2018 مخصص 97 مليون دولار لمنتخبهم ل 10 لعبات اعداد نعم هذا مو بس يوصلنا لميزان هذا 5 مليار 97 يوصلنا حتى للقمر استاذ محمد يعني ازاء هذه المشاكل اليوم العديده اللي تعصب بالرياضه وتعصب بالانديه شنو الحلول اللي يمكن ان يعني نخرج بها حتى نعيد خارطه اولوياتنا نريد نصير مثل حالنا سائر بلدان العالم نريد نمشي صح
طبعا هو الحلول اكيد هو القانون، يعني هاي يعني الحل الرئيسي هو القانون اللي هو ينظم علاقة الأندية بالمؤسسات. نعم. اللي الأندية مرتبطة بها. بس أنا بس ردت أعرج على موضوع قرار مجلس الوزراء، هو مو بس طبق عليهم، يعني احنا كنادي أمانة بغداد طبق. نعم. علينا يمكن أول نادي قبل أن يوصل لنادي الميناء أو نادي نفط الجنوب، بس احنا بصراحة تعاملنا بهذا الموضوع باحترافية وبهدوء وبدون إعلام، وبدينا الخطوات. يعني بدينا من أول خطوة، منين بدأ؟ لأن احنا تدري هو إذا تعرفون من تقرأ قرار مجلس الوزراء هو قر بناء عن توصية من قبل وزارة الشباب. نعم. فأنا بديت هاي الخطوة الأولى، سويت كتاب. يقال هي وزارة الشباب من حركت مجلس الوزراء أو وصلت هذا. نعم. فأنا بديت بالخطوة الأولى. سوينا يعني صار اجتماع في أمانة بغداد على مستوى عالي، رئيسته الدكتورة ذكرى علوش والوكلاء والمدراء العامين، وقالوا هسه احنا في مشكلة، احنا جانا كتاب من مجلس الوزراء، مع العلم انه كتاب مجلس الوزراء وصل بعد ما كل الأندية دخلت في تعاقدات. نعم. يعني الأندية دخلت في تعاقدات وارتباطات مع المدربين ومع اللاعبين، وبعدين اجى كتاب مجلس الوزراء. فهنا أنا بقى يعني اكو حسب انت شلون راح ترتب وضعك ويا المؤسسة ماتك. نعم. فاحنا من صار اجتماع انا قلت لهم يابا، طلع السيد وزير الشباب في لقاء قال له لا يابا هذا مو انصاف، انه انت دا تقول انا اريد ادعم الأندية ورحت قررت مشروع مليارين لدعم الأندية. نعم. طلع هو السيد وزير الشباب قال إضافة إلى ما كانوا مدعومين. هذا اللي أريد أقوله، المليارين على أساس للأندية الفقيرة. نعم. مو الأندية الغنية تنزل إلى مليارين. حتى لحد ما أنا أذكر سالم حمد واسمه رخصة إضافة الميزانية مالت المليارين. حتى لحد ما أنا أذكر قالوا له إحنا مثلا نادي الشرطة باستقطاعات، يعني معناه أنت تقول لهم خارج الاستقطاعات. فإحنا سوينا، إحنا بصراحة سوينا كتاب بشكل رسمي من النادي لأمانة بغداد ومن أمانة بغداد لوزارة الشباب. فسرونا يابا ما مقصود بالدعم المليارين. نعم. زودونا بكتاب انه يابا هذا للنشاطات الرياضية والبنى التحتية. مليار مليار. هذا مليار مليار. مليار مليار. يعني حددوا بصرف. هو لو ماشي على هذا وماشي على هذا. اخذنا الكتاب بصراحة لأمانة بغداد، تعرف أمانة بغداد تتعامل مع جهة رسمية، جاها كتاب من مجلس وزراء. قالوا نعم. احنا بالنسبة لنا ما نتعامل ويا وزارة الشباب، لأن كتاب ما يجان من وزارة الشباب. بس الناس تفهموا وسووا كتاب علما إلى مجلس الوزراء. ذهب الكتاب إلى مجلس الوزراء، تحول إلى الدائرة القانونية. الدائرة القانونية أجابوا بشكل واضح وصريح، كل العقود اللي ترتبط مع المؤسسة فهذه العقود خارج، يعني خارج الدعم المليارين. نعم. يعني أنت اليوم من تتعاقد وتوقع العقد ك مؤسسة النفط والصادق على العقود، هاي تعتبر من دعمها الخاص. نعم. أما المليارين فهي دعم إضافي للبنى التحتية ولإقامة النشاطات. حتى إحنا شوفهموها، يعني بصراحة دا أقول لك ما تبادل، فهموا الموظف، فهموا الأجر اليوم، وفهموا العقد إنه من ضمن المليار. نعم. فصرنا في مأزق. إحنا سوينا حتى وقفوا يعني الصرف مال الأجور اليومي اللي مفرغين عندنا، وقفوها بعد الاجتماع الثاني اللي طلبته مع دكتورة ذكرى علوش. قالت الرواتب تمشوها على أساس الفح، خلينا نمشي على المليار لحين ما تجي ترد إجابة مجلس الوزراء لتفسير القرار. بعض الأندية الآن إحنا تعرف نتابع بعض الأندية فاتحت وزارة المالية. نعم. يقول لهم يا بطونا المليارين كل من حسب، يعني مثلا الكهرباء هو مو النادي، المؤسسة نفسها فاتحت وزارة المالية. احنا مثلا الصناعة فاتحت الكهرباء، مثلا كربلاء فاتح عن طريق مجلس محافظة كربلاء. نعم. ونادي الكهرباء يمكن هم أتذكر أو غير نادي، أنا قرأت الكتب مالتهم كل واحد كانت إجابة وزارة المالية بشكل مو نفس الإجابة. نعم. لذلك بصراحة أنا أحكي لك، يعني هذا إحنا. نعم. تسألني عن الحلول هي أول شيء قانون الأندية. قبل أن يعني تذهب إلى الحلول، خليني أروح للكابتن مصطفى كريم، نجم منتخبنا الوطني السابق ولاعب نادي الميناء اليوم، نقول لك مساء الخير كابتن مصطفى. مصطفى تسمعني؟ اللاعبين عنده بالبيت. نعاود الاتصال، اليوم مشكلتنا مع الصوت حقيقة مشكلة، نتمنى أن مصطفى عاود الاتصال. مساء الخير كابتن مصطفى. مساء النور عليك حبيبي الأستاذ حسن، رمضان كريم عليك. ليش بس ناصي؟ نعاود إذا الاتصال مع الكابتن مصطفى كريم، أحد لاعبي فريق الميناء اللي مثله، والبارحة كانت المشكلة أيضا يعني كانت معاه ومع عدد من اللاعبين المنضوين تحت لواء فريق الميناء، إن كانوا محليين أو محترفين، تم إخراجهم من الفندق بسبب عدم تسديد ما بذمته نادي الميناء
للفندق اللي يسكنون به اللاعبين. وحقيقة كان موقف غريب علينا كعراقيين أولا وعلى أهل البصرة ثانيا، باعتبار تعاطينا وتعاملنا مع لاعبين أجانب بهذه الطريقة، وما أعرف يعني التفسير المنطقي لهذا الأمر. الآن عاودنا الاتصال. مصطفى مساء الخير. مساء النور عليك حبيبي كابتن حسن وعلى ضيوف الكرام المحترمين، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة. رمضان كريم عليك وكل عام وانت بألف خير. مصطفى أريدك تدخل في الموضوع، يعني ما الذي حصل معاك البارحة ومع اللاعبين بالفندق، وكيف تم إخراجكم، وهل يعني ساهمت أو ساعدت إدارة الميناء في تذليل ما تعرضتوا له من إحراج؟ كابتن حسن انت مثل ما تعرفون احنا مشكلتنا صار لها فتره، مو مشكله حاليه ولا مشكله انيه، اكثر من مره 6 إلى 7 مرات ابو الفندق يتكلم وياي لين اللاعبين الموجودين الخارج المحافظه. فالبارحه جمعت اللاعبين قلت لهم ترى الموضوع كذا وكذا، فبلغنا كابتن علي فاضل وبلغنا كابتن محمد ناصر وكابتن ناظم شاكر، فقالوا احنا لازم نسوي لكم حل. احنا حكي انه بالفندق كان مصر على اخراجنا البارحه ليلا، يعني كان البارحه مصر انه لازم نغادر الفندق. طيب فرحنا طلعنا من الفندق ورجعنا لقينا الكابتن جريح حنون موجود بالفندق جالس اللي هو مع بعض اللاعبين، فسلمت عليه تكلمت وياه قلت له كابتن يعني الموضوع كذا وكذا، احنا لا عندنا كرامه وعندنا شخصيه، فبعد يعني صعبه علينا يوميه مطرودين من الفندق وراجعين مطرودين وراجعين. فقال لي قال لي انا شو اسوي بهذا المنطقه، قال لي انا شو اسوي ما بيدي حال، انا اللي علي اروح اطرق بس انا الناس ما يعطوني فلوس. قلت له كابتن مو انت رئيس نادي وانت رئيس نادي قانوني وانت صاحب القرارات، فلازم تسوي لنا حل، احنا لحد الان المستحقات ما نستفيد، لحد الان رواتب ما ماخذين، لحد الان احنا فلوس اكل وشرب ما عندنا، ويوميه بالفندق نطلعنا. بيقول لي انا شو اسوي لكم اجاوبكم تريدون تبطلوا انا ما لازمكم. قلت له كابتن انت هذا الكلام محسوب عليك استاذ حسن، هذا الكلام اللي اقوله. خليني بس اتوقف مع هذه الجمله اللي حضرتك نقلتها عن الكابتن جلي حنون، يعني هو اللي قال لكم اذا تردون تبطلون بطلوا؟ قال بطلوا انا شو اسوي لكم ما عندي فلوس انا. يعني مو مؤامره، يعني مو مؤامره من مدربكم الكابتن ناظم شاكر؟ كابتن استاذ حسن احنا بالمنطق خلينا، ويقول لك حدث العاقل بما يعقل، احنا اذا نريد نسوي مؤامره نلعب الفريق هاي 6 أشهر 7 أشهر بدون مستحقات ماليه؟ نعم بدون مقارنة بالمنطقة. احنا خلي شوية بس شوية انه نفكر ونحاول، يعني كل واحد يحكي بالمنطق ويحكي بالمعقول. هل يجوز ان احنا نسوي مؤامرة على نادي الميناء واحنا نلعب ببلاش واحنا لاعبين محافظات وعارفين اهلنا وحتى لاعبين البصرة متفضلين ان يلعبون بدون مقابل؟ يعني شلون نريد نسوي مؤامرة؟ ايش قد متقاضين انتو ايش قد متقاضين من عقودكم؟ كل لاعب 15 مليون. 15 مليون؟ 14 مليون ونص. نعم. زين. إذا احنا نريد نسوي مؤامرة، نسوي مؤامرة بنهاية الموسم خو من فترة سابقة، إذا نريد نسوي مؤامرة ونعوف الفريق، ما حد يجبرنا ولا حد، لأن احنا مستلمين مستحقاتنا، ولا حد ضاربنا على أيدينا، ولا حد جابرنا، بس احنا بدنا نلعب الخاطر من خاطر، خاطر اسم نادي الميناء، خاطر الناس الموجودة بالبصرة، الكرماء الشرفاء أهل البصرة، الناس المحبين الجمهور. نعم. علاقتنا بالكابتن ناظم شاكر، علاقتنا بالإدارة، بعض الإخوان الموجودين، لعبنا بدون مقابل. الان شنو موقفكم كلاعبين، يعني بعد اخراجكم من الفندق انتم الان انت حضرتك الان في بغداد مع لاعبي بغداد والمحافظات، يعني رجعتوا طلعتوا من البصرة؟ احنا رجعنا البارحة بعد السحور رجعنا، وايضا اللاعبين اللي رجعوا معايا وكانوا معايا بالبيت هم واللاعبين هيردي واللاعب ياسين اللي من اربيل ومن السليمانيه كانوا معايا بالبيت، وقبل ساعه وصلتهم على الفندق، رحت سكنتهم بالفندق. وحاليا ما اعرف احنا شنو وضعنا، يعني احنا ما نعرف وضعنا شنو، نلعب ما نلعب، لا اكو حال، لا اكو مثلا كل اللاعبين حتى لاعبين اليوم لاعبين الميناء صارت لهم وقفه مشرفه محسوبة لهم انه ما تمرنا وما دخلوا الوحدة التدريبية تضامنا مع كل الفريق ومع الاوضاع اللي تصير. نعم. نادي الميناء. نعم. طيب المستقبل انت الان يعني شلون تشوفه بالنسبة لكم، يعني راح ترجعون تلعبون، لانه يقول الكابتن جليل حنون اكو محاولات لاقناع اللاعبين او ثنيهم عن هذا الموقف؟ لا استاذ حسن، هذا الكلام يعني للاسف مو صحيح. انا اوجه له كل الاحترام والتقدير لكابتن جليل حنون، صفته رئيس نادي ومحترم،
بس الموضوع انا ما اتوقع ان اكو حل، لان احنا صار لنا 7 اشهر 8 اشهر على هاي الحاله. نعم. احنا 6 مرات 7 مرات احنا وعوائلنا اللاعبين، احنا اكو لاعبين متزوجين ويانا، يعني كانوا لاعبين متزوجين بالفندق، ننطرد احنا وعوائلنا من الفندق. هل يعقل ان تاريخ نادي الميناء، حجم نادي الميناء، اسم نادي الميناء بالمحافظه الكريمه والعزيزه اهل الكرم، والعالم كلها تتحدث بكرم اهل البصره، هل من المعقول ان يصير هيك، يصير هذا موضوع ويعيش لاعبين خطار ومحترفين؟ هسه بالنسبه لي انا عادي ابن بلد ورجعت اليوم الاهلي ببغداد وعادي مثلا امشي حياتي، بس اليوم انت تحكي على ناس محترفين جايك من خارج العراق، ناس يمثلون بلدانهم جايين، واحنا مقبلين على رفع حضر ومقبلين يعني على هواي شغلات، يعني اليوم هذا راح اشتكى على نادي الميناء وراح سوى وراح كذا، يعني هل من المعقول ومو من المعيب بحقنا ان نتصرف هيك تصرف ويا هيك لاعبين محترفين ولاعبين؟ طيب مصطفى حتى نطلع يعني بنتيجه، انتم الان كلاعبين اكيد بيناتكم اتصالات، عندكم رغبه ان ترجعون تلعبون تحت شرط معين بند معين؟ كابتن حسن، احنا اول شيء عندنا عقود وملتزمين من النادي وواجب علينا وملزمين احنا نلعب للنادي، بس القرار انا مو قرار، انا مو صاحب قرار لي وحدي. نعم. يعني انا مو صاحب القرار وحدي، اليوم اقول لك انا العب وبعض اللاعبين ما يلعبون، انا ملتزم بعقد وعندي عقد ويا النادي، القرار يكون جماعي، اللاعبين كلهم رادوا يلعبون، انا اول واحد اكون موجود، وهاي انت مسؤول، انا مسؤول عن كلامي وانت شاهد وكل المسلمين الحاضرين. نعم. موجودين ويعني يفهمون الكلام اللي انا اقوله. اليوم احنا نمثل محافظه، ما نمثل شخص معين. طيب انا متاكد انت بينك وبين اللاعبين الان اكو اتصال، انا اقصد الان انتم عندكم رغبه ترجعون تلعبون تحت بند، تحت شرط معين تفرضوه على الاداره؟ لو خلص القرار مفتوح. استاذ حسن احنا اليوم خلينا نستلم مستحقاتنا، انا واحد من الناس ما عندها مال. إدارة الميناء الآن أصلاً يعني مؤسسة الموانئ، اليوم شركة الموانئ وقفت الصرف بشكل نهائي وأنهت خدمات السيد جليل حنون، يعني ماكو مال تقول له أنت إدارته غير شرعية. زين أنت اليوم الشركة أو الوزارة أو الموانئ، زين إحنا هاي الفترة اللي لعبناها كلها لعبناها ببلاش. نعم. إحنا الفترة هاي 5 أشهر و6 أشهر و7 أشهر لعبنا ببلاش، يعني مجبورين احنا نلعب بلاش؟ ما مجبورين، بس احنا لعبنا الخاطر من خاطر، الخاطر الجمهور، الخاطر الناس، الخاطر المحافظة. يعني عندكم استعداد تلعبون ببلاش الان؟ بس المشكله انه وصلت حدها، مو المشكله انه من نطرد من الفندق بدون اكل وشرب ونطرد بالليل احنا وعوائلنا والمحترفين ينطردون، زحمه شويه يعني. لا. هذا مو حلوه بحقنا، معيبه باسم نادي الميناء، معيبه بحق الرياضه العراقيه، مو معيبه بحق الميناء فقط. قلت لك كلامي كان واضح، المشكله انا عادي، انا ابن بلد اتحمس، ممكن يجون علي، ممكن اجوز على نفسي، بس المشكله المحترفين. نعم. لكن المشكله الغربه اللي جايه تمثل بلدانهم، جايه المحترفين، جايه محافظه الكرم والطيب والجود، والناس كلها تتحدث بكرم اهل البصره. نعم، شكرا جزيلا، كان معي عبر الهاتف لاعب مصطفى كريم، لاعب منتخبنا الوطني السابق وأيضا لاعب الميناء اللي تعرض يوم أمس مع عدد من اللاعبين المحترفين اللي يلعبون لنادي الميناء إلى موقف محرج، تم إخراجهم من الفندق وعادوا إلى محافظاتهم، والآن وضعوا نادي الميناء، يعني نوضع نادي الميناء الآن في مأزق، مباراة بعد الغد أمام فريق نادي الحسين، الآن اللي فهمناه أنه هذه المباراة الآن لا يمكن إقامتها بسبب الآن أضراب اللاعبين وتمردهم وعدم يعني اليوم إقامة تدريباتهم تحت يعني قيادة الكابتن ناظم شاكر. شكرا جزيلا مرة أخرى، حقيقة أخذ وقت مستقطع لقراءة عدد من الرسائل كثيرة أيضا وصلتني في هذه الحلقة تتناول هذه المواضيع اليوم اللي طرحناها، وأبدأ بالرسالة الأولى. أم سيف من بابل، مساء الخير أستاذ حسن عليك وعلى ضيوفك الكرام، والله مؤسف أن نسمع كلام متناقض من قبل الكابتن جليل حنون والكابتن مصطفى كريم، الرياضة من وحدت صفوف العراق، الرياضة بعيدا عن المهاترات اللي نسمعها ونشهدها من خلال يعني ما تم طرحه. شكرا جزيلا للأخت أم سيف. رسالة أخرى من الأخ كريم من الناصرية، يقول أستاذ حسن لو الدولة تخصص مليار دولار للرياضة لن تتطور الرياضة، لأن تذهب الأموال، الرسالة تذهب الأموال للجيوب، يعني طبعا يتحدث هنا عن الفساد
اللي مستشري في مؤسساتنا وفي الكثير من مفاصل الدولة ومفاصل البلد، وبالتأكيد المفصل الرياضي جزء من هذه المفاصل. رسالة أخرى من الأخ، يعني أقرأ الاسم، السؤال إلى الأخ فالح موسى، يقول: بعد التحية أخ حسن، سؤال إلى السيد فالح موسى. يعني الاتصالات حقيقة يعني تتوالى، وأنا أقول ما أقدر أجاوب على الاتصالات، فقط الرسائل. بعد التحية أخ حسن، سؤال إلى فالح موسى: لماذا أبعدتم النجوم، نجوم المنتخب؟ ماذا فعلتم للرياضة؟ منتخب ضعيف ودوري بائس طويل، يعني يتحدث عن ظروف التنظيم للدوري وأيضا عن إدارة اتحاد كرة القدم. سؤال آخر: تحية طيبة يا أخي، والله استغرب من الأخوة اللي يتصلون، يعني رغم أنه إحنا أكثر من مرة ننوه، تحية طيبة إلى أروع صحفي بالعالم الأخ عدنان ابن السماوة، طبعا دون أن يذكر اسمه. رسالة أخرى من شهيد الطائي ميسان ناحية كميت: السلام عليكم وعلى ضيوفك الكرام. أسأل الضيوف: هل يعقل أن محافظة الذهب الأسود تجود على الجميع؟ يعني اتصالات تتوالى دون أن أستطيع أن أجيب أو حتى أن أقرأ الرسائل بشكل سلس ومستمر. يقول: هل يعقل أن محافظة الذهب الأسود تجود على الجميع بكرمها وتبخل بالقليل على نفسها؟ رسالة أخرى أيضا تصلنا من الأخ أو السيد محمد علوان أبو هالة، يقول: السلام عليكم، رمضان كريم على الشعب العراقي وعليك وعلى ضيوفك الكرام. عدم وصول أحد المرشحين، هاي رسالة قديمة. تحياتي إلى جميع الضيوف. يعني إلى أن يحين وقت آخر نقرأ بعض الرسائل. أستاذ فالح، أسأل عن وضع المنتخب الآن، يعني استعداداته. المنتخب الوطني الآن في طور التجديد هكذا نسمع، وطور التأهيل يعني منذ إخفاقتنا في كأس العالم، لكن يبدو أن المنتخب يدور حول نفسه، يعني لا يتقدم، لا يتجاوز المربع اللي يسكن فيه، أو منذ وقت يعني نشاهد المنتخب الوطني حقيقة في وضع صعب، يصعب على جميع الجمهور الرياضي، المتابعين، الصحفيين، الإعلاميين، بل حتى على اتحاد كرة القدم. ما هو يعني البرنامج العام للمنتخب؟ ماذا تريدون الآن للمنتخب؟ إلى أين يصل؟ إلى أي مراحل يصل؟ طبعاً إذا نريد نتحدث بمسألة المنتخب، من تسلم الكابتن باسم قاسم مسؤولية إدارة المنتخب إلى هذا الوقت، بالتأكيد يعني مر المنتخب بفترات وظروف، بعض المحطات نجح بها وبعض المحطات أخفق بها بصراحة الأمر. نعم. لكن بنهاية المطاف أنه بالصورة اللي ظهر عليها المنتخب في بطولة الخليج، بطولة الصداقة، وآخر مباراة أمام فلسطين، يعني بالتأكيد يعني هي غير ملبية للطموح، وتكاد تكون يعني أضعف مستويات قدمها المنتخب بالفترات السابقة بصراحة الأمر. حتى وإن كنا بالمباراة اللي لعبناها بتصفيات كأس العالم، المنتخب في كثير من المباريات كان يعني قدم مباريات كثيرة لكن ما حالف التوفيق في الفوز فيها. اليوم إحنا أكو أهداف مهمة للمنتخب الوطني: بطولة غرب آسيا، بطولة أمم آسيا اللي هي اللي أهم محطة تقريبا. اليوم الاتحاد عنده عقد مع الكابتن باسم قاسم، ينتهي هذا العقد بنهاية الشهر الثامن. أنا دائما أسأل مثل هذا السؤال، أنه الكادر التدريبي مستمر مع المنتخب الوطني أم غير مستمر؟ شنو استمعتوا إلى وجهات نظر الكادر التدريبي؟ شنو تحضيراته للبطولة؟ اليوم إحنا كاتحاد ملزمين بالعقد مع الكابتن باسم قاسم، نتعامل معه وفق الظروف اللي موجودة حاليا. اليوم الكابتن قدم برنامج التدريبي والإعدادي لبطولة أمم آسيا، يتضمن 5 إلى 6 مباريات. لم يكن في الحسبان بطولة غرب آسيا أنها تكون من ضمن محطة الإعداد، اليوم صارت محطة إضافية لإعداد المنتخب لهذه البطولة. أستاذ تسألني شنو رغبة الاتحاد، شنو هدف الاتحاد؟ البطولة هي ليست للمشاركة فقط، بالتأكيد يعني كلجنة منتخبات كاتحاد هي هدف، وهذا الهدف عندما تريد توصل لازم توصل بأدوات وطرق توصلك إلى هذا الهدف بأريحية. اليوم على ما موجود عليه الآن المنتخب، وضع المنتخب، أعتقد أنه بهذه الطريقة ما نقدر نستطيع أنه نوصل إلى ما نريده بصراحة الأمر. نعم. علينا أنه نحضر المنتخب بشكل جيد،
علينا انه ندارس كل الاخفاقات اللي صارت والسلبيات اللي رافقت عمل المنتخب اللاعبين. هذا انا دائما اقول شوف استاذ حسن اليوم يعني الاتحاد مقبل عليه رجع يعني كنا ذيك الفتره تحدث نتفائل بانه تقدمنا بعض الخطوات في التسلسل ارجع للوعد اي صحيح نعم. يعني اليوم يعني لا بعد الدراسه لا لك ولا انه ولا لاي واحد انه وضع المنتخب هو غير ملبي للطموح بصراحه نعم. الامر نعم. اليوم طريقه بناء المنتخب واعداد المنتخب الشخص اللي يستلم المنتخب تختلف من شخص لآخر. نعم. اليوم كل مدرب عنده فلسفة عنده استراتيجية بعمله يقول أنا طريقة عملي بهذا المنتخب. وأنتم مسؤولين عن لجنة المنتخبات والاتحاد يعني العالم كله يخلون المدرب 4 سنوات و5 سنوات ويصبرون عليه إلى أن ينفذ الخطط اللي هو. هسه موردنا نصبر وصارت يعني, يعني الصبر صار انت صار مر. أنتم انت تقودون المنظومة أنتم تتحملون المسؤولية. أقول لك شيء. نعم. أولاً. الاتحاد عند ما وقع مع الكابتن راضي شنيشري لمدة 3 سنوات يعني كان مصمم على أنه يستمر الكابتن مع المنتخب لا. لكن النتائج هي اليوم تحكم اليوم طيب. نتائج تحكم عمل كل مدرب وانتو تخضعون دائما هسه مو نخضع هسه الآراء الفنية احنا ثبتناها هسه هذا قرار الاتحاد نعم. احنا ما نريد نتجرد عنه لكن في وقتها كل واحد أدلى بدلوه وكل واحد ثبت رأيه بصراحة باستمرارية البقاء مع الكابتن راضي أو أنه التغيير وشنو فائدة التغيير نعم. اليوم وصلنا إلى محطة جدا مهمة هذه المحطة أنا أقول لك اليوم من وجهة نظر إدارية فنية وشخص مسؤول أقول لك بهذه الطريقة من الصعوبة أنه نوصل إلى ما نريده في بطولة أمم آسيا نعم. علينا يجب أن تكون متغيرات هذه المتغيرات اليوم بهذا الواقع وبهذا الظرف أنا اليوم ما أقدر أتحدث عندي أنا موجودة نعم. وعند لجنة المنتخبات موجودة لكن الأمر يتعلق بالاتحاد اليوم عندنا انتخابات يوم 31/5 بعد 10-15 يوم بعد الانتخابات تتوضح الصورة النهائية لطريقة ومنهاج المنتخب الوطني بشكل واضح كله يرتبط بالانتخابات هذه أكيد يعني يجوز احنا ما راح نبقى يجوز ليش ناخذ حق غيرنا يجون يتواجدون مع المنتخب خلينا أقرأ رسالة السيد محمد علوان الآن وصلتني يقول كابتن محمد علوان رمضان كريم عليك وعلى ضيوفك الكرام سؤال للأندية التي ليس لها دعم وتعيش على ظروف استثنائية أكان من الأجدر أن تعتمد على لاعبين محليين وتعتني بفرقها و للفئات العمرية كما تفعل إدارة نادي أمانة بغداد ولم نلاحظ أغلب أنديتنا تعتمد على التدرج بفرقها وستظل هذه الأندية تعاني إلى ما لا يبعثون تحياتي شكرا للأخ محمد علوان سيد عدنان يعني مراقبتك متابعتك لأوضاع المنتخب تفاءلنا في الفترة الماضية يعني شوية بدأ يصعد المنتخب بالتسلسل بعد أن خضنا مباريات أمام فلسطين وأمام الأردن الآن وضعنا رجعنا إلى وضعنا الطبيعي في التسلسل 91 إلى أي مدى يمكن أن نتفائل بوضع المنتخب؟ مع المدرب المحلي لا أعتقد هناك تفاؤل مع المدرب المحلي نعم. نعم لا ينفع المنتخب وفي بطولة مثل لا يصلح آسيا. العطار في كأس آسيا نعم. والبطولات الكبرى إلا مدرب أجنبي ومدرب أجنبي مرموق نعم دائما الاتحاد يعدنا لتسمية مدرب أجنبي بعد كل انتكاسة نعم بعد نهاية تصفيات كأس العالم الآن الاتحاد عندهم ميزانية من مجلس الوزراء مليارين بعد تصفيات كأس العالم قالوا راح نبحث عن مدرب أجنبي نعم وما أجى هذا المدرب الأجنبي بعد ما انتهت بطولة الخليج قالوا احنا قاعد نفكر بمدرب أجنبي وما أجى هذا المدرب الأجنبي والآن احنا على أبواب كأس آسيا اللي هي البطولة الأولى في القارة نعم وأيضا يعني وضع المنتخب ما أعرف الآن هو أستاذ فالح يقول العقد ينتهي شهر 8 نعم طيب البطولة في شهر 1 يعني شنو مدرب راح تأجروه راح تنطوه تمديد خلينا نعرف شنو الوضع الآن نعم مو صح ولا لا صحيح طيب هل يعني وفق المعطيات الحالية الآن مع احترامنا للأستاذ باسم قاسم ولكل مدربين المحليين قادرين على مواجهة فرق الآن يعني بدأت تقطع أشواط بعيدة عن العراق يعني ما عاد ممكن ننافسهم نجاريهم نعم. على مستوى التنظيم على مستوى الإدارة على مستوى الصرف على مستوى التخطيط نعم. للمباريات وللمديات وعلى مستوى العمل مع الفئات العمرية الكثير من المديات اللي يسبقونا به الآن وفق هذا الحال احنا متفائلين دائما بس مو بهذا الوضع لا يمكن نتفائل المنتخب الآن حتى إذا تسأل المدرب احنا شفنا هوية مفقودة للمنتخب نعم. لا هو منتخب جديد نعتمد به على الوجوه الشابة الجديدة نعم. اللي ممكن نقول يعني خلي ناخذ هذول الشباب الجدد المواهب وخلي نبدي نعمل للمستقبل نعتبرهم الآن نواة لتصفيات كأس العالم المقبلة نعم. حتى نقول يلا خلاص ترى ما نريد نتائج هذا منتخب جديد خلي نعتمد وجوه جديدة كلهم الآن المواهب الموجودين بالدوري ما اقول لك نعم. حتى محترفين ما احتاج نعم. الان بالدوري عندنا لاعبين مميزين جدا لمن يتابع الدوري هناك خامات
ووجوه شابة واعدة ممكن تقدم الكثير. ما عندنا هاي الهوية، الهوية مفقودة، بالتالي احنا نبقى ندفع الثمن ونبقى نتخبط، ودائما راح نسكب الدماء والدموع والأحزان ونقول احنا والله نبكي، يا ريت نصير مثل هذه البلدان، نبكي على اللبن المسكوب. يعني رسالة وصلتني من يعني بدون حقيقة عنوان او بدون اسم، ارجو قراءة رسالتي لان بيها ارزاق عوائل ونادي نفط الجنوب لم يترك التمرين، يقصد اللاعبين، وعهدنا بكم وبالوزير ان يحل الموضوع. استاذ محمد، الى اي مدى ايضا يتأثر منتخبنا ومنتخباتنا الوطنية بهذه الظروف الصعبة اللي تعيشها الاندية، يعني نادي نفط الجنوب وجميع الاندية، الصف في بودقة واحدة لتطوير المنتخب، عندما تعاني الأندية من هذه المشاكل الإدارية بالتأكيد ستتأثر المنتخبات، إلى أي مدى أنت تشاهد أنه هذا الموضوع إلى تأثير مباشر على مستوى كرة القدم بالعراق؟ طبعا إلى تأثير، يعني أبسط مثال مصطفى كريم لاعب منتخب، يعني لما معنوياته تهبط ومعنوياته تصير ضعيفة ما يقدم بالساحة، إن كان هو إن كان غيره، لأن الأموال ما جاي توصل بالشكل الصحيح، هذه ينعكس عليه، نعم، ينعكس على المنتخب لما تجيبه للمنتخب، نعم، لما تسحبه للمنتخب، كل الدوري العراقي مالنا اذا ما يكون مرتب وصحيح بالنسبه للاعبين طبعا المنتخب مالنا ما يكون بقوه، ما يجي بقوه، ليش؟ لانه يجي من ناديه اموره الماديه تعبان، يجي من ناديه هو ضعيف، يجي للمنتخب 10 ايام اسبوع يقدر يقدم ذاك المستوى، نعم، نشوف الدول العالم المتقدم، نعم، اللاعب الموجود عندهم في الدول العالم المتقدمه بناديه مرتاح نفسيا، مرتاح يجي للمنتخب كل شيء يقدر يقدم، نعم، هذا الشيء ينعكس على المنتخب، نعم. حقيقة أيضا يعني رسائل كثيرة والأخوة جميعا يطلبون أن أقرأ رسائلهم. من الأخ كاظم الطفيلي يقول: تحية لك أستاذ حسن وتحية للضيوف، أن ما يحدث للرياضة العراقية سببها اللجنة الأولمبية وضعف موقفها من التدخل الحكومي بالرياضة كمجمل. أخوك الكابتن أو عفوا الكابتن علي نظار شريف من النجف، الرسالة أمين عام اتحاد النجف للجودو. شكرا جزيلا للأخ علي نظار. رسالة أخرى أقراها: السلام عليكم يا أخي، والله الاتصالات يعني ماذا تخليني أتواصل مع الرسائل. أستاذ نجاح صادق يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الرسالة تتعلق بنادي نفط الجنوب، الكلام للأستاذ محمد ولي، اللقاء الذي جمعهما مع معالي الوزير جبار العيبي قبل أيام قال له الوزير: نفط بغداد استلم 3 مليارات، مع هذا صعد آسيوية وأرجع مليار، بينما نفط الجنوب لم يحقق شيء ولم يرجع أي مبلغ. الرسالة من الأخ اسمه نجاح صادق. ماكو اجتماع ولا صار هذا الشيء، ما صار هيك اجتماع. سعد محمد نفس السؤال، يعني هذه المشاكل اللي تعصف بالرياضة العراقية كم أثرها على مجمل مشهد كرة القدم بالعراق؟ واحنا اليوم نريد نبني منتخبنا وتنتظرنا استحقاقات مهمه، اقلها يعني او اكبرها واهمها هو استحقاق بطوله اسيا. صار حسن، اكيد يعني طبعا الامور الفنيه اكو ناس اختصاص اكثر يقيمون، يعني احنا تعرف احنا انا عملي بالنادي كجانب اداري بس متابع لي، وعمل يعني كمقرر في لجنه المنتخبات، ويعني يجوز نقدر نطف هذا الراي بس هو مو يعني فني، بس احنا نقول اليوم انت تريد منتخب وطني قوي، يكون هناك عندك دوري منظم، دوري قوي، يعني ما بي مشاكل. احنا هسه نشوف اليوم لجنة الانضباط جم من الـ من الـ من العقوبات الإدارية والانضباطية على انديتنا وعلى مدربين وعلى لاعبين، نعم. فأكيد يعني 100%، يعني احنا اليوم ما نتحدث فقط على منتخب وطني، احنا نتحدث على منتخب شباب ومنتخب ناشئين، وانت تعرف اليوم مثلا نادي بغداد او اغلب الاندية هم لاعبين منتخبات من الاندية 100%. اليوم احنا من يكون هناك تلكف في الأندية، تلكف في الدوري، ماكو يعني اليوم احنا هذا الموسم ما كان اكو دوري لا للشباب ولا للناشئين، فاكيد هذا راح ينعكس سلبا على منتخباتنا. اليوم قحطان كثير، كابتن قحطان يفتر على المحافظات، كابتن علي هادي يفتر على المحافظات، بينما احنا لو كان اكو هناك دوري منتظم للناشئين ودوري للشباب كان ممكن هناك يكون سهولة افضل، بروز افضل للاعبين من الفئات العمريه. نادي امانه بغداد يتمتع مثل ما قال الاستاذ محمد علوان، يعني احنا نشكره انه اكو هناك فئات عمريه تراوح بمكانها. احنا كنا نامل من لجنه المسابقات انه هذا الموسم راح يكون هناك دوري للفئات العمريه حتى نقدر
نتمكن انه يضخ هذا هناك تنافس، يضخ للفرق الاولى اللي قبل يعني تعرف كل زين كان اكو مباريات للشباب قبل مباريات الفريق الاول. نعم اكيد يعني استاذ حسن يلقي في ظلاله السلبي على اي تلكؤ في انديتنا في مشاركات فرقنا يعني في الدوري، ونتمنى انه يكون هناك دوري افضل. نعم اكيد استاذ فالح يعني هو له من يعني تعرف يعني باقي اليوم للانتخابات ايام قليله للانتخابات تحت كره القدم، فاكيد هو قال يعني انه الان الاستشراف بعد مرحله الانتخابات. نعم نتمنى يعني بصفتي كعضو هيئه عامه في اتحاد كره القدم كنا نتمنى انه يكون هناك برنامج واضح للسيد رئيس الاتحاد حتى يكون هناك رؤيه للهيئه العامه في اختيار الاصلح لتمثيل يعني احنا اكو ناس بصراحه في اتحاد كره القدم الان يعني بعيد عن المجاملات وبعيد عن يكون الاستاذ فارس موسى، بس اكو هناك شبه اجماع في الهيئه العامه، اكو ناس تستحق ان تكون متواجده في الكابينه القادمه لقياده اتحاد هم نفسهم راح يكون والبرنامج معروف تغيير. نعم اعتقد استاذ عدنان اعتقد التغيير حتى وان حدث سيكون طفيف. يعني انا اقول يعني اليوم كان صار اكو وعي يعني وصار اكو ادراك وصار اكو همه وحراك بين اعضاء الهيئه العامه يفرق عن السابق، واكو اتصالات يعني جانبيه ممكن انه يعني حتى لو يعني ماكو بديل انه تعطي فقط الاصوات اللي تستحقها حتى تكون انت بريء للذمه. يعني الهدف الاساس يعني انا كعضو هيئه عامه ناشد اعضاء الهيئه العامه بصراحه انه نبدا في المرحله القادمه. يلا استاذ ناشد هم صار علينا عندي فقرتين ابدا اخذهم في انه يكون هناك يسمعون هم لا يسمعون لا نايمين لا يسمعون بالعكس ناس مثقفين داركين لا بالعكس هاي طيب. هاي التهمه مو صحيحه هذا 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 اليوم يعني اللي العامل والاتحاد يعني انا اتكلم عن هيئه عامه يعني فقط اقرا على مسامعك هذه الرساله واخذ الفقره منك الان اللي اعدها ان الزميل محمد ربيعه الاخ ابو كرم من الموصل يقول اشكر الجميع ارجو من الأخ فالح موسى الاهتمام بدور الفئات العمرية ونقل المباريات وقطر خير دليل على نجاح التجربة وعدم جلب لاعبين محترفين فاشلين من غير دول فقط الاهتمام بالفئات العمرية نرفع شعار خذوهم صغارا أبو كرم للموصل. عندنا فقرتين عدن أن الزميل محمد ربيعة فقرة القبعة أرجو أن ترتديها ولمن ترفعها سيد فالح موسى اللاعب والإداري نعم لمن ترفعها أرفع القبعة لكل من ساهم بكلمة بفعل أو بقول في رفع الحظر عن الملاعب العراقية. شكرا جزيلا أستاذ عدنان. أرفع القبعة لكل عراقي يبتسم ويعمل بصمت ويفكر بالوطن فقط ولا يفكر بنفسه. ما شاء الله شكرا جزيلا أستاذ محمد لمن ترفع القبعة؟ أرفع القبعة لشخصين اللي هم تقريبا اشتغلوا على يعني مثل ما يقول حل مشكله النادي. نعم للشيخ صباح السلام المالكي وللشيخ سيد صباح البطاط. ليش هي محلوله مشكلتكم؟ لا ان شاء الله تدخلوا هم كشيوخ من البصره وان شاء الله محلوله. الاستاذ جبار عبد ان شاء الله. استاذ محمد لمن ترفع القبعه؟ والله انا ارفع القبعه بصراحه استاذ حسن لكل موظفي واعضاء الهيئه العامه لنادي امانه بغداد من موظفين من اداريين يستاهلون من مدربين، لان احنا كنا عايشين في محنه الثلاث سنوات اللي مضت يعني في ظروف صعبه وقدرنا ان نشارك في كل الفرق ونحصل على نتائج ايجابيه لكل الالعاب، واحنا عندنا تقريبا 12 لعبه وارفع لهم القبعه لصبرهم على الهيئه الاداريه وتحملهم الظروف الصعبه، وان شاء الله الخير جاي وان شاء الله الظروف تتحسن في الموسم القادم. نعم ان شاء الله. ايضا فقره الرايه لمن تجده قد تسلل في مكان غير شرعي لا يستحقه، وطبعا في الوسط الرياضي، ويرى سيد فالح موسى يرفع الرايه بوجه رايه التسلل. رايه التسلل ارفعها بوجه اعلامي الصدفه. من هم اعلامي الصدفه؟ موجودين هون. يعني شنو خليني من يستخدمون الاساليب للتسقيط والتشهير موجودين ذولا اليوم؟ نعم. بالوسط؟ نعم اكيد. تعانون انتم من يعني من أكيد. الوسط الاعلامي الصحيح؟ لا يعني حضراتكم ناس محترمين. شكرا. وامثالكم الكثير يعني موجودين، لكن يعني تعرفون اليوم
وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع، يعني غايتها الأساسية أنه شلون تنال من فلان وفلان، يعني مو قد يكون أنا الشخص المعني في هذا الأمر. نعم بشكل عام على مستويات يعني راقية جدا، أعلى من فالح موسى وأكبر من فالح موسى، أنه ممكن ينال هذا التشهير وهذا التسقيط بكلام يعني غير معقول. احنا طبعا ضد هذا النهج تماما، يعني النهج الإعلامي اللي يستخدم وسيلة الإعلام للتسقيط أو لمآرب يمكن أن يحقق من وراها فوائد شخصية. أستاذ عدنان، رأي التسلل أرفعها ضد المشجعين اللي يرفعون لافتات بالملاعب. نعم. تدعو للعنف والكراهية ونفي الآخر. يعني بالمناسبة اليوم اتحاد كرة القدم أو لجنة الانضباط أصدرت عديد الفقرات اللي تعنى بلجنة انضباط، لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، واحدة منها بخصوص يعني رفع عدد من أسماء مشجعي الزوراء إلى القضاء ومحاكمتهم أو محاسبتهم بعد يعني رفعهم لافتات مسيئة، لافتات تنال من الآخر دون وجه حق. بس عندي تعليق على هذه، شلون دخلت هذه اللافتات؟ بس هاي اسال. نعم. احنا صار عندنا لافته سابقه كانت لمشجعيه جويه وسوت مشكله. نعم. بوقتها وقالوا خلاص بعد ماكو، شلون تدخل هاي انت اللافتات؟ تاتي متاخرا، ممكن تدخل اشياء اكبر. اكيد من هاي. انت تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي، ولجنه انضباط عليها واجبات واستحقاقات كثيره. استاذ محمد، لمن ترفع رايه التسلل؟ والله رايه التسلل ارفعها واتمنى انه لا يكون نادي الميناء نادي نقطة الجنوب خارج حسابات، يعني ترفعها بوجه من يقف امام طموحات الميناء ونقطة الجنوب، وان لا يكونون خارج حسابات النادي. نعم. يعني يكون يعني اتمنى انه يهتمون بهذا النادي. نعم ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ محمد، والله يعني بصراحه انا ارفع رايه التسلل للاعضاء الهيئه العامه لاتحاد كرة القدم، زملائي كلهم اللي نوف. قبل شوية انتقدناهم ما قبلت. لا لا قلت لك نايمين، قلت لك متسللين. لا لا متسللين لو شنو توصل الفكرة. أي انه انا ضد اي واحد من اعضاء الهيئة العامة ما يطي صوته للشخص المستحق، ويعني ولازم يعرف انه امام مسؤولية تاريخية، امام ضميره وامام شعبه وامام كل من ثق به من ادارة نادي ووضعته في هذا المكان، أن يروح يطي صوته للشخص الفعلا يخدم الكرة العراقية. نعم. أنت تعتقد النايم يقدر يتسلل؟ أنا بعد رسالة، أنا صار مرتين يعني صار في برنامجين من العراقية الرياضية، أنا أناشد زملائي في الهيئة العامة. بارك الله بك، هو فعلا مسؤولي. بصراحة أستاذ حسن يعني مسؤولية كبيرة، أنه أعضاء الهيئة العامة لازم يأخذون دورهم في اختيار. إن شاء الله أيضا ماكو واحد فيهم نايم، كلهم صاحيين. لا لا ما منتظرين يوم 1/3/5 إن شاء الله الانتخابات ستقام في موعدها. إن شاء الله واعي ودارك من يضع، يعني انا اضع نعم من هو يستحق ان يكون كره القدم العربيه. الصوت مسؤوليه، الصوت يعني مسؤوليه. نعم. بعد الاحداث الاخيره اللي صارت والتجاذبات والنظام الداخلي والهيئه العامه، كثير من الامور اعتقد انه الكل امام مسؤوليه مهمه. نعم. جدا بالاختيار والمراقبه بشكل لا يقبل اللبس والتدليس، خصوصا وان كره القدم العراقيه تحتاج بالفعل الى يعني اناس يعون تماما حجم مسؤولياتهم، والفتره القادمه فتره مهمه في تاريخ كره القدم بالعراق، على امل ان نعيد الخارطه ونعيد الاولويات ويصبح تصبح كره القدم والمسابقه والمنتخبات الوطنيه في اوجهها، ويمكن ان تخدم تطلعات وطموحات الشارع الرياضي. شكرا جزيلا للسيد فالح موسى، عضو اتحاد كره القدم، رئيس لجنه المنتخبات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، بارك الله بك، انا سعيد التقيت فيك بالاخوان. الشكر موصول الى الاستاذ عدنان لفته، اليوم نورتنا بحضورك وطلتك وبارائك الجريئه. شكرا جزيلا. شكرا لكم، بالتوفيق دائما والنجاح ان شاء الله. الشكر للسيد محمد مولى، محمد ولي عفوا، رئيس نادي نفط الجنوب. اتمنى لك التوفيق وان شاء الله ان تنزاح هذه الغمه عن نادي نفط الجنوب، ويرجع احد الاقطاب المنافسه، ويرجع نادي مهم ان كان ناديا بصريا او ناديا تحت خيمه كره القدم في العراق. شكرا جزيلا. شكرا. الشكر موصول الى السيد محمد فرحان، امين سر الهيئه الاداريه لنادي بغداد. اتمنى لك كل التوفيق ونجاحات مطرده لنادي بغداد. شكرا جزيلا. شكرك، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله يعيد عليكم بالخير والسلامة رمضان، ونتمنى أن يكون العراقية الرياضية ترجع مرة ثانية تنقل لنا مباراة إن شاء الله. إن شاء الله بجهود الطيبين وجهود أبنائها. شكرا لكم أحبتي على حسن المشاهدة والإصغاء، أمل أن ألقاكم يوم غد بذات التوقيت. حتى ذلك الحين هذه تحياتي، أنا محدثكم حسن عيال، إلى الملتقى.